Hello my dear cells in our new episode of biology program for the third secondary grade. أهلا بكم أبنائنا وبناتنا طلاب وطلبات الثانوية العامة في حلقة جديدة لمادة البيولوجي. إحنا الحقيقة النهاردة هنعمل يعني جنرال ريفيجن كده على كل البايو اللي إحنا أخدناه. أفضل طريقة للريفيجن مش إن أنا أقعد أذاكر وأراجع وكده، لا يعني تضيع وقت، لأن كده كده الكتاب بيبقى معاك أصلا في الامتحان، لكن الفكرة إن أنت تحاول تراجع أكبر عدد من الأفكار كتير جدا في وقت قليل جدا، ده مناسب أوي يعني، ده أعتقد أفضل حاجة، لأن أنت المفروض إن أنت عايز تعمل اكسبيرينس عالي حوالين شكل الأسئلة وأجاوب إزاي وليه الإجابة دي اللي صح وليه ما تبقاش الإجابة دي وهكذا. هنحاول خلال الساعتين اللي جايين نغطي عدد كبير جدا من الأسئلة إن شاء الله. هنشوف في أسئلة هتلاقيها يعني بسيطة، هتلاقي في أسئلة شوية متوسطة، ممكن تلاقي أسئلة يعني عالية شوية. حرصت كمان على إن أنا ما أجيبش أسئلة يعني رخمة خالص في الحلقة دي، علشان أنت دلوقتي في وقت المفروض إن أنت بتستعد إنك تدخل الامتحان، فمش عايز أعمل أي إزعاج لأي حد. نشوف معانا أول سؤال بيقول لنا إيه. السؤال الأولاني بيقول لي choose the correct answer. Which of the following is a protein that act as the DNA scissors? مين scissors بتاعت ال DNA ده؟ plasmid, restriction enzyme, ligase, protein expression. طبعا البديهي ان لما اجي اعمل cut لل DNA في اي مكان يبقى انا محتاج restriction enzyme. فrestriction enzyme ده بنعتبره بقى ده الايه ال scissors of DNA. برضو سؤال سهل، الباقيين طبعا بعاد تماما، وبالتالي خلاص دي إجابة واحدة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي جايب لحضرتك كده جراف وبيقول لحضرتك show the photograph some blood cells as seen under the microscope. What's the function of the labeled X؟ أدور على الإكس بقى، هي دي الإكس، الإكس ده بيشاور على السيل دي. طيب هو عايز اسمها ولا نوعها ولا لون الجرانيولز ولا السايز ولا ايه؟ بص حضرتك بيقول لك what is the function of the cell labeled X. طيب الفانكشن بتاعتها بتعمل بلاد كلاتنج، البلاد كلاتنج مالهاش علاقه بالموضوع ده، ده عايزه بلاد بليتلتس. طيب كارينج اوكسجين، كارينج اوكسجين لو هيشاور على الار بي سيز دي. طيب يقول لحضرتك ديفندنج اجينست ديزيز ولا ترانسبورتنج هرمونز. طبعا مفيش شوية بلاد سيلز بتشيل هرمونز، يبقى على طول الإجابة على طول نمبر سي، ودي برضو سؤال سهل وبسيط. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the updated figure represent reproduction in yeast fungus. بيقول لحضرتك the label X and Y represent. لما يجيب لي دايجرام بالشكل ده او يجيب لي فيجر بالشكل ده، يبقى انا لازم اخد بالي هو عامل ايه في الفيجر دي. بيقول لحضرتك ان دي يست فانجس، اوكي خلاص دي يست فانجس يعني دي يوني سيلولار فانجس. طيب بيقول لحضرتك لما هنا كده دول اتنين وبعدين حصل حاجه وبعدين حصل لهم فيوجن وبعدين عملوا واحده، طب يبقى نمبر اكس بقى الستيب نمبر اكس دي هي ايه؟ بيقول لحضرتك ان هي دي كونجوجيشن ولا دي مايتوزيس ولا سيكشوال ريبرودكشن ولا ايه؟ طب تعالى نبص على الواي. طب هنا السيل دي، السيل دي بقت ايه؟ دي بقت زايجوت. طب الزايجوت ده محتاج يتحول من ديبلويد لهابلويد، وبالتالي هيعمل الواي دي لازم تبقى ايه؟ افتكر كده كانه زي ما انت درست في سبايروجايرل، سبايروجايرل ده برضه بيحصل هنا حاجه وبعدين يديني زايجوت، يبقى زايجوسبور، الزايجوسبور ده مش هيدي سبايروجايرل قبل ما يعمل نوع من الديفيجن انت عارفه. طب يبقى هنا هتختار ايه؟ X conjugation Y mitosis, X mitosis Y budding, X sexual reproduction Y asexual, X conjugation Y meiosis. يبقى على طول حضرتك هتقول لي هو الاكس ده conjugation. مجرد ما انت اتاكدت ان الاكس ده conjugation يبقى انا هستبعد الاجابات الباقيه خلاص، يبقى دي conjugation يبقى هي ايه دي؟ طب يبقى واي هي اللي هتحدد هي واي دي mitosis ولا meiosis؟ خلي بالك الليفنج اورجانيزم اللي بنتكلم عنه ده اليست زي السبايروجايرا، ده هابلويد سوماتيك سيلز بتاعته، طالما عامل زايجوت 2 ان يبقى هنا ده ديبنس اون مايوتيك ديفيجن او مايوسيس، يبقى علشان كده هتبقى الاجابه نمبر دي وما تنفعش طبعا نمبر ايه، لان ده مش مايتوزيس والا هيبقى فيه يست هابلويد ويست ديبلويد مش كده. نشوف السؤال اللي بعده.
Which of the following is an enzymatic protein that act as a DNA glue? طب لو عندي حتتين دي ان ايه وعايز الزقهم، هجيب بلازميد ولا اجيب ريستراكشن انزايم ولا اجيب لايجيز ولا بروتين اكسبريشن؟ على طول طبعا العادي، ان اللي بيعمل لي جويننج دي ان ايه توجذر ويعمل ريبيرنج للدي ان ايه وهيلب ان دي ان ايه ريبليكيشن، كل ده انزيمز اسمها لايجيز انزايم. برضو السؤال ده سؤال بسيط وسهل وما فيهوش حاجه. شوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لك which of the following would be expected to increase after surgical removal of the duodenum. طيب هنقف بس شويه كده عشان اقول لحضرتك يعني ايه حكايه سيرجيكال ريموفال ديت لاي اورجان عندنا. والله لو انا بقول لحضرتك ريموفينج ثايرويد جلاند، يبقى حضرتك هتتوقع ان الهرمون اللي هو الثايروكسين او الكالسيتونين هيبدا يقل لغايه ما يبقى ما فيش ثايروكسين او كالسيتونين. طب يبقى انا هشتغل على ايه؟ طب ما انا لو انا شلت الثايرويد جلاند معناه ان الثايروكسين يقل، معناه ان في جلاند تانية هتقول لا ده الثايروكسين قل يبقى لازم تعليلي الثايرويد ستيميوليتنج هرمون اللي طالع من البيتيوتري جلاند. وبالتالي في ريفيشن كده، في نوع من اللي بنقول عليه كوردينيشن وكوبريشن بين الاورجنز او بين الاندوكراين جلاندز ويز اتش اذر. الكوبريشن دوت الناس لازم يوصل في الاخر لحاجه اسمها الهوموستيتيس. يعني ايه؟ يعني يبقى في توازن في الجسم كده لكل اليمنت كمان موجود. طيب تعال نبص هنا، نرجع للسؤال. السؤال بيقول لك انا لو عملت سيرجيكال ريموفال اوف ديودينم، طيب يبقى هنا السكريشن اوف ذا كوليسيستوكاينين انكريس. تقول لي طب وانت فاكر الكوليسيستوكاينين والسكرتين اللي تحت دول بيطلعوا منين؟ بيطلعوا من الديودينم. طب هو لما اعمل ريموفنج للديودينم هيزيد الكوليسيستوكاينين والسكرتين اللي هم اصلا بيطلعوا من الديودينم، ولا الكونتراكشن اوف ذا جول بلادر انكريز؟ طب هو كان مين اللي بيعمل كونتراكشن للجول بلادر؟ ده كان السكرتين. طب ما انا شلت الديودينم اللي كانت بتطلعه، يبقى كمان دي ما تنفعش. لكن يقول لي ابزوربشن اوف ليبيدز ديكريز. طب واحنا ايه علاقتنا الموضوع الهرمون ده بالابسوربشن اوف ليبيدز؟ طبعا بديهي ان كل البنكرياتيك جيوس اللي هتطلع اللايبيز انزايم وكل البايل اللي هتطلع من الجول بلادر او اللي بيعملها الليفر وتطلع من الجول بلادر، كل ده مش موجوده، يبقى ده افكت ذا دايجستشن اوف ليبيدز. عشان كده الابسوربشن اوف ليبيدز يحصل لها ديكريس، ودي تبقى الاجابه المنطقيه. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك in the opposite figure which represents the stomata of the plant the changes that take place from A to B is due to dots. يعني ايه باختصار؟ يعني جايب لحضرتك ادي A وادي B. ده stomata pore، يبقى دي ودي ال two guard cells. طب هنا stomata pores open وهنا closed. يبقى احنا بنتكلم هنا physiological support، يعني في water يدخل في ال guard cells يعمل لها ريزيديتي تبقى كبيره كده وتخينه فيتقابلوا يسد المكان ده، يبقى هنا حصل كلوزنج ديو تو ذا بريزنس اوف ووتر ان جارد سيلز. طب ولما يعمل لوزنج للووتر الفسيولوجيكال سبورت اللي هنا هيقل، يبقى معنى كده يحصل اوبننج للاستوماتا بورز. طالما حضرتك فاهم الميكانيزم ده يبقى ترجع للتشويس اللي عندنا. بقول لحضرتك ذا جارد سيلز ان ايه لوزنج ووتر. طب ما هي لو جينينج ووتر هيتقفل، يبقى هي دي لوزنج ووتر، يبقى كانت بي حصل لوزنج ووتر فحصل اوبننج. طب نشوف الباقي. ديبوزيشن اوف لينين اون جارد سيلز ان بي، لا ما حصلش. طب ديبوزيشن اوف سيوبرين ان جارد سيلز بي، لا ما ينفعش. طب ذا جارد سيلز ان اي جينينج ووتر، طب ما لو جينينج ووتر كان حصل كلوزنج، يبقى الاجابه على طول تبقى ايه؟ تبقى الإجابة إيه على طول. وفي كل واحدة من التشويس لازم أتأكد إن دي ما تنفعش ودي ما تنفعش، وأتأكد كمان إن دي تبقى صح. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك the opposite figure represent a sample of human blood which of the following cells secretes histamine. طيب أنت فاكر شكل السيلز دي إيه أصلا؟ لازم تكون فاكرها. طب لو أنت مش فاكرها هتلاقيها موجودة في الكتاب تقريبا نفس الرسم. طب هو بيقول لك مين اللي بتطلع هيستامين؟ حضرتك مذاكر ان الهيستامين ده بيطلع منين؟ بص كده نشوف الصور اللي عندي دي ايه ودي ايه ودي ايه. هتقول لي طبعا الهيستامين بيطلع من الماست سيلز وسام اوف ذا بيزوفيل. طب يبقى انا هنا لما اجي ابص على الصوره عشان اوصل للاجابه تبقى بسيطه ليك، ادي نيوتروفيل
ملناش دعوه بيها، السينوفيل ماليش دعوه بيها، مونوسايتس مش هتطلع هيستامين، يبقى دي الماست سيلز اللي هتطلع هيستامين. عشان كده احنا قلنا ان واي هي الرايت انسر. اوكي طيب نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لحضرتك the unpaired nucleotides produced by the action of restriction enzyme are referred to as dots. بيتكلم عن حضرتك على ال two unpaired nucleotides، يعني الأجزاء اللي هي الطرفين بتوع ال action of restriction enzyme. بسميهم sticky ends ولا بسميهم base sequence ولا بقول عليهم single strands ولا بقول عليهم restriction fragments؟ طبعا تعرف ان دول complementary with each other، يعني دول يحصل pairing بينهم، علشان كده بسمي دي sticky ends. يبقى طبعا التو inclined ends اللي بيحصل له ده as action of the restriction enzyme بنقول عليهم sticky ends. السؤال اللي بعده بيقول لك the kind of amino acids which attach to the tRNA molecule is determined by dots. الامينو اسيدز اللي بيعمل اتاتشمنت للتي ار ان اي، وخلي بالك في فرق بين اتاتشمنت، الامينو اسيد ده اتاتشمنت للتي ار ان اي، ولوزنج او جيت اواي فروم ذا تي ار ان اي. طيب هو هيعمل اتاتش للتي ار ان اي ده ديترمند باي مين؟ باي الدي ان اي كودون ولا انتي كودون اوف تي ار ان اي ولا ام ار ان اي كودون ولا سايت اوف اتاتشمنت اون تي ار ان اي؟ ناخد واحده واحده. اولا لما يجي يقول لي ان التي ار ان اي هيعمل اتاتش الامينو اسيد، ده ملوش دعوه بالدي ان اي، والدي ان اي في النيوكليوس والكلام ده بيحصل في السيتوبلازم وملهاش علاقه. طب لما اجي اقول لحضرتك انتي كودون اوف تي ار ان اي، ما هو لازم الانتي كودون ده يبقى كومبلمنتري مع الكودون علشان يشيل الامينو اسيد ده. طب الام ار ان اي، تقول لي ده الام ار ان اي ده عليه الكودون اللي بيحصل بيرنج بينه وبين الانتي كودون بتاع التي ار ان اي. طب سايت اوف اتاتشمنت اون تي ار ان اي، سايت اوف اتاتشمنت في تي ار ان اي ده اللي احنا بنقول عليه سي سي اي ات ذا 3 برايم اند، ده بيعمل كونكشن مع الامين جروب بتاع اي امينو اسيد، فدي مش مشكلتنا، يعني دي مش دي اللي هتحدد. طب يبقى انا هشتغل على البي والسي. طبعا ممكن طالب شاطر يقول لك لا خلاص هو الانتي كودون على طول وتبقى خلصت الاجابه. بس انا بشوف بس الايه الطالب اللي ممكن يكون لا لسه مستبعدها، طب ما اخليها الام ار ان اي. لا، ما هو لما التي ار ان اي بيسيب الامينو اسيد بالبروتين سينس بقى بيمشي لوحده، يحصل ليفنج سيرشنج فور انذر امينو اسيد. طب ولما يروح يجيب له امينو اسيد ده بياخد معاه الماسنجر؟ ما بياخدش الماسنجر، يبقى ده بيشتغل على مين؟ على الانتي كودون بتاع التي ار ان اي، عشان يبقى الحكايه واضحه قوي. طب نشوف السؤال اللي بعده. بقول لحضرتك فروم ذا ابديت فيجر ذات illustrates سم ستيجز اوف ذا هيومن embryo فورميشن، the time period that's represented by the letter X is dots hours. طيب هو هنا عندي ايه؟ عندي ovum وعندي sperms، والسبرم بيعمل penetration للovum، يعني هنا بقت zygote. طب اجي بين الاكس واللي بعدها، اللي بعدها دي بقى كام سيلز؟ بقوا 4 سيلز. طب يبقى هو انا محتاج 1 day عشان يعمل بلاستومير، ومحتاج day كمان عشان يعمل ال 4 سيلز. يبقى هنا احنا محتاجين 2 days، لكن هو بيعايزها بالاورز، يبقى 12 ولا 12. خلاص طبعا اجابه سهله قوي قوي، انها 48 اورز، يعني يومين عشان تدي الايه الفور امبريونيك سيلز دول. السؤال اللي بعده. In the 35 day of menstrual cycle action of LH occur on the day dots. The action of luteinizing hormone occur in dots. تقول لي طيب المينستيريال سايكل دي 28 days، والله لو حد عنده وصلت ل 35 days، تفتكر الاكشن بتاع ال LH هرمون ده يحصل يوم 12 ولا 14 ولا 17 ولا 21؟ تقول لي والله انا مذاكرها 14. انت مذاكرها 14 وموجوده في كتاب 14، بس لما تبقى المينستيريال سايكل 28 days. لكن لما تبقى 35 days تختار لي ايه اجابه؟ بص كده الاجابه 21 days. طب ليه ال 21 بقى؟ مش احنا قلنا ان هي يوم 14؟ ما هو يوم 14 يعني ايه؟ يعني بعد 14 يوم من المينستريويشن ولا بعد 14 يوم من الفرتلايزيشن؟ يبقى خلي بالك بقى هنا، او من الاوفيوليشن. يبقى باختصار
بص الهنت دي بتقول لحضرتك menses occur 14 days after ovulation regardless the cycle length. يعني ايه؟ يعني هو بعد ما يحصل ovulation ب 14 يوم، يبقى هنا يبقى هيحصل ovulation او الاكشن بتاع ال LH هرمون هنا بالنسبة لدي هتبقى 21 days. السؤال اللي بعد كده: As in the opposite figure, four plant cells were placed in. يقول لحضرتك ان دول four cells ال X وال Y وال Z وال L. دول حطيناهم في concentration of saccharose solution 20 و 50 و 80 solution and pure water separately. يبقى حطيت كل واحدة من دول هي نفس السيل أو نفس نوع السيل، حطيتها في concentrations مختلفة. فبيقول لحضرتك لو دي اكس واي وزد وال، تفتكر حضرتك اللي حصل لها رينكلد قوي دي اتحطت في ايه؟ اتحطت في بيور ووتر. طب لو اتحطت في بيور ووتر، الووتر هيدخل جوه، يبقى معنى كده ان الاكس دي اللي اتحطت في البيور ووتر. طب والاخيره دي اللي اتحطت في اعلى كونسنتريشن عندنا اللي هو ال 80%. طب يبقى اللي باقيين ايه؟ 50 و20. مين ال 50 في دول ومين ال 20؟ ال 50 دي اللي هي دخل ليها كميه ووتر اكتر من الايه؟ من الزد. طيب يبقى معنى كده ان انا لما اجي ابص على الاجابه هنا عايز الاكس دي تبقى 80%، لو 80% كانت خرجت كل الووتر، ولا بيور ووتر؟ يبقى بيور ووتر، يبقى انا استبعدت الاثنين دول. طب دي بيور ووتر اصلا ال ال كام؟ ال ال دي 80%، برضو هنا بيور ووتر و 80%، يبقى اللي هيحدد لي بي ولا دي هما الاثنين دول. يبقى الواي دي هي اللي عند ال 20 ولا عند ال 50؟ تقولي لا، دي عند ال 50، دي اللي عند ال 20 ويبقى دي اللي عند ال 50. يبقى كده الاجابه بتاعتي هتبقى دي بيور ووتر، وبعدين اقل كونسنتريشن او يعني يعني يزيد الكونسنتريشن اوف شوجر زياده يبقى 20، يزيد كمان يبقى 50، يزيد كمان يبقى 80 حسب السيكونس اللي قدامي او الارينجمنت اوف سيلز دي. السؤال اللي بعده: Which of the following statements is applied to cephalosporin? مين في ال statements دي act as the characteristics of cephalosporin؟ هنا بيقول لك it exists in the plant and decrease after infection. يبقى دي موجودة في ال plant وبتزيد في ال infection. ولا exist in the plant to recognize the microbes؟ ولا it exist in the plant and increase after infection؟ ولا it doesn't exist in the plant and found after the infection؟ طبعا الاخيره دي لما اتكلم عن الديتوكسفاينج انزيمز، عشان دي بتشتغل على التوكسيك سبستانس، فهي مش موجود الا لما يبقى فيه انفكشن وفي توكسيك سبستانس. لكن بالنسبه للسيفالوسبورين، السيفالوسبورين اصلا بيبقى موجود لكن يزيد لو حصل انفكشن. يبقى it exist in the plant and increase after infection. يبقى ده بالنسبة للسيفالوسبورين والكانوفيناين as the non-protein amino acids. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك the sequence of amino acids in the polypeptide chain. sequence of amino acids ده البوليبيبتايد chain فيها sequence of amino acids. the sequence أو arrangement of amino acids ده can be determined through the spiral form of DNA. ولا determines the sequence of the nucleotides in DNA. ولا depends on the sequence of nucleotides in DNA. ولا controlled by DNA ligases enzymes. طبعا لو هتبدا تستبعد هتشيل دي على طول، ما تنفعش الليجز انزيم ملوش علاقه. طيب لو ال DNA ده spiral يعني double strands DNA، طب لا ما ينفعش. طب هنا لما يقول لك هنا determines the sequence of nucleotide in DNA، ليه؟ هو انا بعمل الدي ان ايه من الار ان ايه ولا العكس؟ يبقى على طول الاجابه هنا هتبقى نمبر سي، depends on the sequence of nucleotides on DNA. لان السيكونس اوف نيوكليوتايد ان دي ان ايه يحصل له ترانسكريبشن يديني ام ار ان ايه، والسيكونس اوف نيوكليوتايد ان ام ار ان ايه يديني السيكونس اوف امينو اسيدز اوف ذا كورسبوندنج بروتين زي ما انتم عارفين. طيب نشوف السؤال اللي بعده. مديني جراف وبيقول لحضرتك ذا اوبزيت جراف الستريت ا ستيج of the life cycle of one filament spirogyrology. It is clear from this graph the occurrence of dots. طيب انا هركز كده وهو بيتكلم هنا بيقول لي ان الليفنج اورجانيزم ده دي لايف سايكل اوف مين؟ اوف سبايروجايرا. قال لي ان وان فيلمنت ولا تو فيلمنتس؟ قال لي وان فيلمنت. طيب يبقى لما يبقى وان فيلمنت بقى، يبقى انا هتكلم في سكالري فورم كونجوجيشن ولا فلاترال كونجوجيشن؟
في سكالري فورم بوان فيلمنت ما ينفعش، يبقى انا هستبعد سكالري فورم A وسكالري فورم C، يبقى انا هشتغل على البي لاترال كونجوجيشن. بس اللاترال كونجوجيشن without improving the condition ولا followed by improving the condition؟ ارجع للجراف بقى اللي مديهوني. هنا عندي الاكس دي 1 ان وبعدين حصل كونجوجيشن بقى 2 ان، الكونجوجيشن ده عمل زيجوت، فضل كل المكان ده زيجو سبور. طب الزيجو سبور ده رجع تاني للاكس يعني عمل مايوتيك ديفيجن. طب هنا عشان عمل مايوزس يبقى هنا حصل امبروفمنت للسيوتابل كونديشنز، يبقى على طول الاجابه هتبقى lateral conjugation followed by improving the condition. طيب لو مش followed by improving the condition وكانت الإجابة تبقى lateral without improving، كان الخط اللي فوق ده فضل ماشي فوق على طول كده وما ينزلش تاني لل 1N أو ال 1X أو ال haploid. Okay. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك a strip of potato originally 50 millimeter in length. دي بيقول لحضرتك ان دي it was measured after it was soaked in distilled water. Which of the following graph is the best represent the result؟ يعني ايه؟ يعني انا جايب حتة بوتيتوس او strip of potato، والstrip of potato ده هو ان كان 50 مليمتر لينس. طيب وبعدين ببص هنا بيقول لحضرتك ان انا عندي A زاد اهو وB يعني فضل زي ما هو، سي قل شويه، دي قل قوي، بعد ما زاد رجع قل. طب يبقى هنا لما يجي يقول لحضرتك ان انا عملت لها سوكت ان ديستيلد ووتر، ديستيلد ووتر يعني بيور ووتر يعني فريش ووتر، يعني الكونسنتريشن اللي جواه هيبقى اعلى من الفريش ووتر، فالووتر هيدخل جوه وبالتالي هيحصل انكريز ذا لينس اوف ذا بوتيتو ستريب، يبقى على طول الاجابه هي ايه ده الوحيد اللي زاد عندي لان انا حطيتها في فريش ووتر. شوف السؤال اللي بعده. بيقول لك a 39 years old man with untreated diabetes mellitus type 1، ما فيش حصلوش تريتمنت يعني، وهو ده diabetes type 1 يعني ما عندوش انسولين او الانسولين قليل قوي، is brought to the emergency room. هنا بيقول لحضرتك an injection of insulin would be expected to cause an increase in his dots. الراجل ال 39 years ده كان عنده diabetes mellitus type 1، احنا بنديله انسولين ليه؟ ليه ادوله انجكشن او انجكت وذ انسولين؟ بيقول لحضرتك في التشويزز يورين جلوكوز كونسنتريشن، يعني الانسولين ده هيعمل كوزنج انكريز لليورين جلوكوز كونسنتريشن، ولا البلاد جلوكوز كونسنتريشن، ولا ابتيك ذا جلوكوز انتو ذا سيل، ولا بريثنج ريت. باختصار هتبدا تشوف احنا هنعمل ايه؟ هنستبعد طبعا، انت عارف ان الانسولين ده الكي اللي بيفتح الجيت اللي بيدخل الجلوكوز جوه السيلز، البادي سيلز عشان تعمل لها اوكسيديشن تو ريليز انرجي، والهيباتيك سيلز عشان تعمل لها ستورنج ان ذا فورم اوف جلايكوجين. طيب يبقى هو ما انا ما اديتوش انسولين عشان يخرج لي الجلوكوز في اليورين، هو كده اصلا هو دايابيتس يبقى عنده جلوكوز في اليورين. طب هنا البلاد جلوكوز كونسنتريشن هيزود البلاد جلوكوز كونسنتريشن، ما هو اصلا دايابيتس وعنده جلوكوز، لكن يحصل الاجابه تبقى uptake of glucose into the cell، ياخد الجلوكوز يدخله جوه السيلز عشان تعمل له consuming to release energy and also in the hepatic cells to change the excess amount of glucose into glycogen. شوف السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك in the opposite figure، برضو جايب لحضرتك figure كده بيقول لك the structure x represents dots. طيب فين الاكس؟ الاكس اهو. طيب مين السيل دي؟ كاتب لحضرتك CD4. طب CD4 يعني دي ايه؟ يعني دي تي اتش يعني تي هيلبر. طيب ده انتيجين، طب الانتيجين ده اللي بتقدمه الانتيجين بريزنتنج سيل ده بتقدمه على الاستراكشر اكس. طيب يبقى الاستراكشر اكس ده انتي بادي ولا ام اتش سي او ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس ولا سي دي 8 ريسبتور ولا باثوجين؟ باختصار انت عارف ان الانتيجين بريزنتنج سيل دي بتعمل presentation للانتيجين to the immune system on the MHC، يبقى على طول الإجابة تقول لحضرتك إن الجزء اللي أنت شايفه إكس ده هو ده الـ MHC. طبعا في تي سيل ريسبتور موجود طبعا مع التي سيل غير الـ CD4 علشان يعمل adhering لـ الانتيجين اللي موجود على الانتيجين presenting cell.
شو السؤال اللي بعده؟ The number of nitrogenous bases that enter in the structure of mRNA that form a protein containing 150 amino acids is dots. بقى العادي ان انا اشوف والله هو مديني امينو اسيدز وعايز نيتروجينس بيزس، يعني عايز نيوكليوتيدز، لان انت عارف كل نيوكليوتيد فيها 1 نيتروجينس بيز، فيها 1 شوجر، فيها 1 فوسفات جروب. يبقى ممكن يقول لي النمبر اوف فوسفات جروب او النمبر اوف شوجر مولكيول او النمبر اوف نيتروجينس بيز ذا سيم. اوكي طيب، يبقى هنا عايزين النمبر اوف نيتروجينس بيزس اللي بتدخل في الاستراكشر بتاع الام ار ان اي اللي بيعمل بروتين consists of 150 amino acids. طب كل امينو اسيد كام نيوكليتايد؟ يقول لك والله عشان هو النيتروجين سبيسز كل نيتروجين سبيسز يعني نيوكليتايد. طيب كام نيتروجين سبيسز؟ هتعرف ان دي تريبل الكودون او جيناتيك كود دي تريبل، وجيناتيك كود تريبل يعني ايه؟ يعني 3 نيوكليتايدز. طب يبقى لما اقول مثلا ميثاينين امينو اسيدز اي يو جي 3، يبقى لازم كل امينو اسيد ب 3. طب ده 150 يبقى تايمز 3. طب لو عملته تايمز 3 هيبقى 450. طب وهو هنا مفيش 450، حاطط لي 3 3 3 3. طب ليه 3 دي؟ عشان يقول لحضرتك افتكر ان في ستوب كودون، دول 3 نيوكليوتايدز على الام ار ان اي مش بيعملوا امينو اسيد، وبالتالي هتبقى الاجابه اللي عندنا 453. يبقى دي الإجابة الصح بتاعت السؤال. شوف السؤال اللي بعده، وعلى فكرة لو هي 450 بس وما فيش السري في أي حاجة يبقى برضو تبقى 450، لأنه هنا ما عملش حساب الستوب كودون. يعني السؤال اللي بعده هنا بيقول لك notice the image then determine what does characterize this stage of the embryo development. جايب لحضرتك امبريو هنا بالشكل ده في الامج دي، وبعدين بيقول لحضرتك ايه الكاركترستكس بتاعت الستيج دي بتاع الامبريونيك ستيج اللي قدام حضرتك. بيقول لحضرتك growth of the embryo decrease، growth بتاع الامبريو بيقل، ولا growth of ear is completed، ولا بيقول لحضرتك possibility of differentiate to the male embryo only، ولا the start of the heart formation. طبعا لما يبقى فيه complete development كده للامبريونيك للامبريو او الفيتس بالشكل ده، لما يبقى فيتس بالشكل ده يبقى معنى كده ان ده في اللاست ستيج، يعني ده مش لسه في السكند ستيج عشان يعمل هارت، ولا في الفيرست ستيج عشان اشوف يعمل ديفرنشيشن للميلز اللي هو يعني بياخد 6 ويكس بس عشان يبقى ميلز او عشان يعمل تيستس، وبالتالي هضطر استبعد سي وهستبعد دي، وبعدين اشوف الجروس اوف امبريو ديكريس ولا الجروس اوف اير از كومبليت. الجروس اوف اير كده الشكل ده مش بيتكلم عن ان الاير كومبليت، لا ده بيتكلم عن ان في اللاست ستيج لازم الريت اوف ذا جروس يحصل له ديكريس، وتبقى الاجابه ايه؟ جروس اوف امبريو ديكريس. السؤال اللي بعده، which gastrointestinal secretion is inhibited when the pH of the stomach contains is one. طيب بص هنا بيقول لحضرتك ان الgastrointestinal secretion is inhibited. امتى يحصل لها inhibition؟ inhibition تعرف يعني ايه inhibition؟ يعني يحصل لها suppression كده. when the pH of the stomach contains is one. يقول لك طب انت فاكر ان البي اتش بتاعت الاستومك ده كان ايه؟ ده كان 1.5 تو 2.5. طب بقى 1 ده بقى يعني سترونج اسيديك. طيب يبقى هنا لما الجاسترو انتستينال سكريشن يوصل البي اتش بتاعها ال 1، يبقى هنا هيحصل ايه؟ بص كده بيقول لحضرتك وين البي اتش بتاعت الاستومك يبقى 1، يبقى معنى كده ان حضرتك هيحصل انهبشن للسلايفا، ولا انهبشن للجاستريك سكريشن، ولا يحصل بانكرياتيك سكريشن، ولا بايل. طبعا ده لما الكونسنتريشن يبقى عالي كده للاستومك، طبعا هيبقى اتش سي ال كتير، يبقى احنا عايزين نقلل الاتش سي ال، وده ملوش علاقه بالسلايفا ولا بالبانكرياتيك سكريشن ولا بالبايل، لانه كده ده معناه انه هيزود البانكرياتيك سكريشن عشان يطلع صوديوم بايكربونات عالي عشان يعمل نيوتراليزيشن، والبايل كمان تزيد عشان تعمل نيوتراليزيشن. السلايفا خلاص عدت دي قبلها،
يبقى على طول الإجابة إن الجاستريك سكريشن هي اللي يحصل لها انهيبشن نتيجة للهاي كونسنتريشن اوف HCl انسايد ذا ستومك. السؤال اللي بعده هنا بيقول لك which of the following diagram illustrates the most likely appearance of the red blood cells that has been placed in the distilled water. جبت red blood cells وحطيتها في distilled water يحصل لها ايه؟ تبقى زي الايه؟ ولا شكل البي ولا شكل السي ولا شكل الدي؟ تقول لي والله الريد بلاد سيل دي فيها concentration of solutes inside the cytoplasm يبقى الووتر جيت انسايد ذا ريد بلاد سيل السايز بتاعها يزيد. بس خلي بالك الريد بلاد سيل ما عندهاش سيل وول، عندها سيل ممبرين. فوالله لو ده احنا بنتكلم في بلانت سيل حضرتك هتقول لي ايه؟ اقول لك اوكي. لكن لما نتكلم في انيمال سيل او ريد بلاد سيل بالشكل ده تبقى هنا الاجابه دي مش ايه. ليه دي؟ لانه هيفضل الووتر يدخل باستمرار لغايه ما الممبرين بتاع الار بي سيز يحصل له رابتشر وتخرج الووتر منها، وبالتالي هتبقى الاجابه هنا دي مش ايه. السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك the process from the opposite figure is called the dots. تفتكر البروسيس اللي قدامك دي اسمها ايه؟ طب هي ايه اصلا اللي قدامي؟ اللي قدامي دي ماكروفاجوس، والماكروفاجز اللي قدام حضرتك دي عامله انجولفنج المين لباسوجين، والباسوجين دون في انتي باديز ماسكاه من كل ناحيه عشان حصل له انجولفنج. طيب تفتكر ان البروسيس اللي انت شايفها في الايمج دي اقول عليها ترانسفورميشن ولا اقول عليها فاجوسايتوزيس ولا اقول عليها نيوتراليزيشن ولا اسميها كلامبنج؟ طبعا اللي احنا شايفينه في البروسيس دي اصلا فاجوسايت ماكروفاج، ماكروفاج يعني سيل كبيرة بتعمل انجولفنج للباثوجين. العملية بتاعت الانجولفنج اللي احنا شايفينها ديت اسمها فاجوسايتوزيس، يبقى علشان كده هتبقى الاجابة بي فاجوسايتوزيس. طبعا انت عارف يعني ايه نيوتراليزيشن وعارف يعني ايه كلامبنج وعارف يعني ايه ترانسفورميشن، التلاتة دول بعيد قوي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك وات از ذا بيريود that needed by the plasmodium malaria parasite for repeating the appearance of the symptoms four successive times on the patient. يعني ايه؟ حضرتك عارف ان الملاريا فيفر دي السيمبتومز بتاعها بتبقى كل 20 كل 2 دايز يعني 48 hours، لان ده الوقت اللي الميراسيديوم بيدخل جوه الار بي سي عشان يعمل لها رابتشر وتخرج توكسيك سبستانس تعمل السيمبتومز اوف ملاريا. طيب يبقى معنى كده انه عشان تحصل السيمبتومز دي اللي بنقول عليها اللي هي الملاريا فيفر والشيفرنج والانكريز التمبريتشر وهكذا، ده اللي احنا بنقول عليها السيمبتومز. طب عشان السيمبتومز دي تتكرر فور سكسيسيف تايمز اون ذا بيشنت يبقى ده محتاج خلال 1 مانث ولا 2 ويكس ولا 4 دايز ولا 8 دايز. يعني لما يجي البيشنت يقول لك انا حصل لي النوبه بتاعه الملاريا دي اربع مرات، اربع مرات ده معناه ايه؟ معناه ان هو حصل له انفكشن وظهرت السيمبتومز بعد الانكيوبيشن بيريود ثرو كل مره محتاجه يومين، ودول كم مره؟ اربعه. يبقى على طول محتاجين ايه؟ محتاجين 8 دايز وما ينفعش باقي الاجابات. شو السؤال اللي بعده؟ السؤال اللي بعده بيقول لك the opposite diagram represent the unit structure of DNA. جايب حضرتك النيوكليوتايد قدام حضرتك وكاتب سي وبي وايه. طيب بيقول لحضرتك but it is not represent the unit structure of RNA when dots. بس دي ما تنفعش اقول عليها ار ان اي نيوكليوتايد او رايبو نيوكليوتايد. امتى؟ في التشويز الاولاني ايه؟ بيقول لحضرتك ذا ستراكشر سي ريبريزنت فوسفات جروب. طب ما هو الستراكشر سي فوسفات جروب في الدي ان اي وفي الار ان اي، يعني ده مش نوت لا هي ريبريزنت كده. طب ما تنفعش ايه؟ نجيب ايه؟ بيقول لك ذا ستراكشر بي ريبريزنت رايبوز شوجر. اما هو رايبوز شوجر لما يبقى ار ان اي مش لما ما يبقاش ار ان اي، في الدي ان اي يبقى ديوكسي ريبوز. طب في نمبر سي بيقول لك ذا ستراكشر اي ريبريزنت ادينين. ممكن يبقى في ادينين في الدي ان اي وادينين في الار ان اي، ما تمنعش يعني. لكن اجي للدي بيقول لك ذا ستراكشر اي ريبريزنت ثايمين. لو في ثايمين ما ينفعش هنا يبقى ار ان اي.
ليه؟ لان الار ان ايه ما عندوش ثايمين وعنده مكانه يوراسيل انستيد اوف ثايمين، يبقى الاجابه هتبقى دي. انا طبعا كل سؤال بحاول افكر بصوت عالي زي ما انت بتعمل بالظبط، يعني انا بقول لك تفكر بالطريقه دي، تمسك السؤال ونشوف التشويز بتاعته. والله التشويز ده ما ينفعش ليه؟ علشان ده ليه يعني ليه ريزون او ليه سبب يقول لي ان ده ما ينفعش وهكذا. شوف السؤال اللي بعده، هنا بيقول لك choose the correct answer برضو، بيقول لك all the lymphoid organs produce lymphocytes but not all lymphocytes produce antibodies. هنا شوف الجملتين اللي هما مدين لك two statements دول، يقول لحضرتك كل الليمفويد organs بتطلع lymphocytes لكن مش كل الليمفوسايتس بتطلع antibodies. بيسأل حضرتك ال first statement correct and the second is wrong، ولا ال first statement is wrong and the second is correct، ولا ال two statements correct ولا ال two statements are wrong. باختصار لما اقول لك كل الليمفويد اورجانز دي بروديوس ليمفوسايتس، طبعا الليمفويد اورجانز مش كلها تطلع ليمفوسايتس، يبقى الفكره ان هنا دي ما تنفعش. لكن لما يجي يقول لك هنا not all the lymphocytes produce antibody، هو مش كل الليمفوسايتس تطلع انتيبادي، البي بلازما سيلز بس اللي بتطلع انتيبادي، واحنا عارفين ان الليمفوسايتس دي بي سيلز وتي سيلز وناتشورال كيلر الليمفوسايتس دول، لكن اللي بتطلع انتيبادس هي بس البي بلازما سيلز. وبالتالي يبقى هنا معنى كده انه الجمله الاخيره دي صح لكن الاولى مش صح. شوف السؤال اللي بعده، ووتر ميلون maintain the content of water because its outer layer contains dot substance. الووتر اللي موجود في الووتر ميلون ده ليه بروتكشن، بتحافظ عليه ازاي بقى؟ علشان دي الاوتر لاير دي containing كيوتين ولا سيليولوز ولا سيوبرين ولا لجنين. طبعا الاجابه ان احنا عارفين ان الاوتر ابيدرمس عندها thick layer of كيوتين that decrease water loss. السليولوز موجود في كل البلانتس، السيوبرين ممكن الاقي في مكان ويمنع بس مش هيبقى على الابيدرمس الا اذا حصل ديتاتش طبعا الابيدرمال سيل. اللجنين ملوش دعوه بالحدوته دي وبالتالي بيتكلم في الابيدرمس، وبالتالي الاجابه تبقى كيوتين بس. شوف السؤال اللي بعده، بيقول لك a 30 years old woman has an anterior lobe of her pituitary gland surgically removed. يبقى الست اللي هي 30 years old دي عملناها removing surgically لمين؟ لل anterior lobe of pituitary gland because of tumor، حصل tumor فتشيل without hormone replacement therapy which of the following would occur after the operation. لو انا ما عملتلهاش ريبليسمنت واديتها الهرمونز بتاعه البيتيوتري جلاند دي سبلمنتس، يبقى في الحاله دي هيحصل ايه؟ ابسنس اوف مينسس، ولا فيلور تو سكريت باراثايرويد هرمون، ولا فيلور تو سكريت ادرينالين، ولا فيلور تو سكريت انسولين. تركز لي في الثلاثه الاخرانيين دول، الباراثايرويد جلاند ملهاش ستيميوليشن عند البيتيوتري جلاند، مفيش هرمون بيطلع من البيتيوتري جلاند يعمل اكتيفيشن للباراثايرويد، ولا المضلة بتاع الادرينال جلاند الادرينالين ملوش دعوه بيها، ولا البنكرياس فيه هرمون مفيش هرمون بيطلع من البيتيوتري جلاند بيروح للبنكرياس، لكن في الاف اس اتش هرمون والال اتش هرمون اللي مسؤولين عن المنستريويشن سايكل و الفيرتيليتي عند الفيميل هم اللي هيبقوا مش موجودين، فهيبقى هنا في absence of means، يبقى دي الاجابه، يعني مش هيحصل menstruation cycle خالص للفيميل دي. نشوف السؤال اللي بعده، بقول لحضرتك secondary immune response upon a second exposure to the pathogen are due to the activation of dots. بيكلم حضرتك على السكندري ايميون ريسبونس، خلاص؟ طيب هنا بيقول لك ده بيحصل لما يحصل السكند اكسبوجر اوف ذا باثوجين ار ايبل تو اكتيفيشن اوف ميموري سيل ولا ماكروفاجس
ولا بي سيل ولا تي سيلز. طبعا انت عارف ان السكند ايميون ريسبون بيشتغل بس على مين؟ بيشتغل على الميموري سيلز، لان ده سكند ايميون ريسبونس. لكن لو بيتكلم عن البرايمري ايميون ريسبونس هحتاج الماكروفاجوس والبي سيل وهحتاج التي سيلز، يبقى على طول الاجابه هتبقى ميموري سيلز، ودي الاجابه الصح. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك during relaxation of the muscle fiber the sarcolemma will be dots. لما يحصل relaxation للمسل فايبر ايه اللي بيحصل؟ خلي بالك انت لازم تبقى عارف من الاول ان لما اقول ان المسل ريلاكس يعني الاوتر ممبرين بوزيتيف والانر ممبرين نيجاتيف عشان تبقى بولارايزد. خلاص هو بيسالني في وقت الريلاكسيشن اللي انا قلته دلوقتي ان الاوتر بوزيتيف والانر ايه نيجاتيف، بس شوف هيقولها ازاي. انر سايد اوف ذا ممبرين از ليس نيجاتيف ديو تو ذا اكيوميليشن اوف صوديوم ايونز اون ات. هو الانر سايد ده ليس نيجاتيف علشان في اكيوميليشن اوف صوديوم. طب وهي الصوديوم نيجاتيف عشان تعمل نيجاتيفيتي دي؟ طب بيقول لك ذا اوتر سايد اوف ذا ميمبرين از ليس نيجاتيف ديو تو ذا اكيوميليشن اوف صوديوم ايونز. الاوتر سايد نيجاتيف علشان صوديوم. ولا بيقول لك انسايد اوف ذا ميمبرين از مور نيجاتيف ديو تو ذا اكيوميليشن اوف صوديوم ايونز. ولا بيقول لحضرتك the muscle fiber membrane is neutral. طبعا neutral دي احنا استبعدناها. طب احنا عايزين نقول له بس ان الاوتر كان بوزيتيف والانر ايه نيجاتيف، يبقى معنى كده ان لما اجي اختار هختار ان الاوتر membrane بدل ما اقول انه بوزيتيف اقول less negative due to the accumulation of sodium ions اللي هي accumulated على الاوتر membrane. يبقى عشان في صوديوم ايونز بره خلى بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، اقدر اقول انه بره بوزيتيف او اقول ليس نيجاتيف زين انسايد. السؤال اللي بعد كده بقول لحضرتك ريبليكيشن اوف دي ان اي ديماند ذا سيباريشن بتوين دوتس. لما اجي اعمل ريبليكيشن بالهيليكيز والدي ان اي بوليماريز واللايجيز، انا في الاول بالهيليكيز بعمل سيباريشن بين فوسفات جروب اند دي اوكسيرايبوز ولا سايتوسين اند جوانين ولا يوراسيل اند ثايمين ولا ادينين اند يوراسيل. طبعا بمجرد ما نقول لك دي ان ايه يبقى ما فيش يوراسيل، شيلنا اليوراسيل هنا وهنا. طب فوسفات والدي اوكسيرايبوز ولا سيتوسين والجوانين؟ على طول طبعا هيعمل سيباريشن لانه بيعمل بريك داون ذا هيدروجين بونز بتوين ذا نيتروجينس بيزس از سي اند جي، يبقى دي على طول الاجابه هي نمبر بي. فهو بيعمل الهيليكيز انزيم بيعمل بريك داون ذا هيدروجين بونز بتوين the nitrogenous pieces. شوف السؤال اللي بعده بيجيب لحضرتك هنا بيقول لك the letter x and y and the opposite figure represents dots. لازم اخد بالي كويس قوي قوي. اولا هو جايب لي الني جوينت، وعارف حضرتك ان اللي فوق دي الفيمر بون lower part of the femur، وعارف حضرتك ان دي التيبيا والفيبيولا اللي بيعملوا الشانك. وبعدين اجي اخد بالي الاكس ده بيشاور على ايه والواي بيشاور على ايه. بقول لحضرتك ان الاتر ده الاكس ده lateral collateral ligament، هو lateral collateral ligament بيبقى هنا، والواي medial collateral ligament، ولا الاكس anterior cruciate ligament والواي medial collateral ligament، ولا الاكس anterior cruciate ليجامنت والواي لاترال كولاترال ليجامنت، ولا الواي دي ميديال كولاترال ليجامنت والاكس لاترال كولاترال ليجامنت. باختصار هو انا دايما باخد بالي ان الاوتر هي مين؟ هي الفيبيولا دي. طب الاوتر الفيبيولا التيبيا دي الانر، وطالما دي الانر وواحده ثانيه التيبيا الثانيه اللي قدامها انر، يبقى اللي بينهم ده هو ده الايه الميديال كولاترال ليجامنت، لان اللي بره ده لاترال كولاترال ليجامنت ده. طيب واجي على الاثنين اللي هنا ده واحد انتيرير كروشيت ليجامنت واللي وراه ده البوستيرير كروشيت ليجامنت. يبقى باختصار الاجابه عندنا هتبقى ان الاكس انتيرير كروشيت ليجامنت والواي ميديال كولاترال ليجامنت، ودي على طول الاجابه. شو السؤال اللي بعد كده؟ innate immunity.
قول لحضرتك ان الانيت اميونيتي دي is activated immediately upon infection ولا is based on the recognition of the antigen that are specific to differentiate pathogen ولا is found only in the invertebrate animals ولا consumes highly specific antigen receptors on the B cell. طيب هو بيتكلم عن الانيت اميونيتي. الانيت اميونيتي يعني هو كده بيتكلم عن الفيرست لاين والسكند لاين، ما دخلناش خالص لمين؟ للثيرد لاين. طيب يبقى باختصار الانيت اميونيتي لو انا قلت ان هو اكتيفيت immediately upon the infection، بمجرد ما يحصل انفكشن انا بعمل اكتيفيشن للانيت اميونيتي. طب هنا لما يقول لك is based on the recognition of antigen that specific two different pathogen، يبقى معنى كده ان هنا ده specific، يعني بتكلم في specificity، يعني بتكلم في acquired immunity يعني او specific immunity found only in vertebrate animals. ال innate immunity موجود عند كل ال living organisms يعني، ولا consumes highly specific. باختصار الإجابة عندنا هتبقى إنها activated immediately upon infection. طيب أصدقائي وأعزائي هنطلع فاصل قصير كده نريحكم شوية وبعدين نرجع نكمل الريفيجن بتاعنا مرة تانية. نرجع بعد الفاصل نكمل الأسئلة بتاعتنا بعد الأغنية الجميلة اللي انتوا سمعتوها دي. بنحاول الحقيقة نغطي عدد كبير جدا جدا من الأجزاء أو كل أجزاء المنهج تقريبا في عدد كبير من الأسئلة، فيعني عشان الوقت كمان بتاعكم قليل ويدوب بنلحق بقى إيه نغطي عدد كبير من الأسئلة. نشوف السؤال اللي بعده عندنا بيقول لي برضو إيه، بيقول لي choose the correct answer. The number of bones in pectoral girdle and the pelvic girdle is dots bones. طبعا أنت عديت الشولدر جيردل أو البكتورال 5000 مرة وقلت إن دول كام والبلفيك جيردل كام، يبقى هم 6 ولا 12 ولا 16 ولا 32. حسبت البلفيك جيردل كام؟ هتقول لي دول 2. طب والبكتورال جيردل حسبتهم كام؟ يبقى الإجابة على طول تبقى إيه؟ تبقى الإجابة 6. هنا دول سكابيولا وكلافيكال، وسكابيولا وكلافيكال يبقى دول 4، وهنا 2 هافز 2 ايدنتيكال هافز، اليوم يسكمو بيوبس عامله بون واحده واليوم يسكمو بيوبس، يبقى دول 2 ودول 4، يبقى الاجابه 6 ودي اجابه سهله. شوف السؤال اللي بعده بقول لحضرتك ذا بيلدينج يونت اوف سكيلتال ماسل از داتس، وبيقول لحضرتك في مايوفايبريل وفي ساركومير وفي موتور يونت وفي ماسل فايبر. خلي بالك ساعات يقول لك ذا بيلدينج يونت اوف ذا ماسكولار سيستم، لو سيستم يبقى بتكلم في المسل. طب لما يقول لك البيلدينج يونت اوف ذا سكيليتال مسل، لما يقول لي بيلدينج يونت اوف سكيليتال مسل يبقى دي مسل فايبر. طب لما يقول لحضرتك الفانكشنال يونت مثلا اوف ذا مسل فايبر، هنا هتبقى الموتور يونت، وخلي بالك من الفروق بينهم. يبقى باختصار هنا بيقول لي السكيليتال مسل، يبقى على طول الاجابه هتبقى المسل فايبر. اوكي طيب نشوف السؤال اللي بعده بيقول سترويد هرمونز ار سكريتد باي دوتس. طيب الاسترويدز دول بيطلعوا باي ايه؟ ادرينال كورتكس اونلي ولا جونيدز اونلي ولا ثايرويد اونلي ولا بوث اي اند بي؟ يعني ادرينال كورتكس وجونيدز. طبعا احنا عارفين كل الجلوكوكورتيكويدز والمينرالوكورتيكويدز والسكس هرمونز كلهم اللي بيطلعوا من الكورتكس استرويدز، وعارف ان كل السكس هرمونز كمان استرويدز، يبقى هنا الاجابه هتبقى اي اند بي، يعني الادرينال كورتكس وكمان جونتس. السؤال اللي بعده هنا جايب لحضرتك هنا فيجر وبيقول لك ذا اوبزيت فيجر او ان ذا اوبزيت فيجر ستراكشر اكس از سيميلر تو ذا ستراكشر واي ان ذا دوتس. طب اخد بالي فين الاكس وفين الواي؟ الاكس ده بيعمل كونكشن بين التو بونز دول، ده الميديال كولاترال ليجامنت اللي بيعمل كونكشن بين الفيمر وبين التيبيا. طيب خليك مركز كده ان ده بيقول عليه ليجامنت. طب امال الواي ده ايه؟ ده في ماسل هنا، وده كونكت الماسل دي مع الايه؟ مع الباتيلا او مع البون. يبقى معنى كده ان ده اسمه تندون، يبقى هنا ده ليجامنت وده تندون،
هو الهي ما كانش بيسألك ده ايه وده ايه، لكن بيسأل حضرتك على السيميلاريتيز اللي بينهم. بيقول لحضرتك the action of mechanism in each of them، الميكانيزم بتاعهم واحد، ولا concentration of each of them with the muscle، ال connection of each of them with the muscle، هو الاتنين ماسكين في muscle، ولا ال tendon بس اللي في muscle وده في بين two bones، وال degree of elasticity زي بعضهم، ولا ال type of tissue that forms each of them. باختصار كل اللي انت شايفه قدامك ده كلها connective tissue، البونز كونكتيف تيشو، الماسلز دي ماسكولار تيشو، دي خلاص دي هنطلعها، لكن البونز والليجامنتس والتندون والكارتليج كل الحاجات دي كلها بنقول عليها كونكتيف تيشو. يبقى هنا السيميلاريتي هنا في نوع التيشو انه كلها كونكتيف تيشو. في سيباريتد فايبرز اوف كونكتيف تيشو، وفي سترونج ديورابيليتي كونكتيف تيشو، وفي كونكتيف تيشو بيقولوا عليها سكيلتال كونكتيف تيشو زي البون والكارتليج وهكذا، لكن كلها ان جنرال كونكتيف تيشو. السؤال اللي بعده بقول لحضرتك فاكسينيشن انكريز ذا نمبر اوف دوتس. هنا ده بيقول لك ديفرنت ريسبتور ذات ريكوجنايز ذا باثوجين، ولا لينفوسايت وذ ريسبتورز ذات كان بايند تو ذا باثوجين، ولا ام اتش سي مولكيولز او الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس مولكيولز ذات كان بريزنت ان انتيجين، ولا ماكروفاجز سبيسيفيك فور باثوجين. انا بدي هنا فاكسينيشن علشان ايه؟ باختصار الفاكسينيشن لما اعمل فاكسين يبقى معنى كده ان انا بعمل انكريز ذا نمبر اوف ليمفوسايتس. يعني ايه؟ يعني انا بزود هنا عدد السيلز اللي بتتعامل مع الكيلد او الويك فورم اوف ذا باثوجين. معنى كده ان هم يتعاملوا معاه كانه باثوجين، يعني هتطلع هتيجي ماكروفاجس وبعدين تيجي انتيجين بريزنتنج سيل، البي ليمفوسايتس، التي هيلبر سيل، هتطلع الانترليوكين، هتعمل ستيميوليشن للبي سيل، تعمل ديفيجن. يبقى باختصار لما بعمل فاكسين بعمل انكريز نمبر اوف ليمفوسايتس with receptors that can bind to the pathogen. يعني بعمل عدد من السيلز اللي عندها receptors اللي لما يدخل الباثوجين الحقيقي تبدأ تعمل تتعامل معاه. السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك in the opposite figure، جايب لحضرتك figure كده وبيقول لك in the opposite figure which represent a part of the human axial skeleton the structure X is present in the dots region. طب هي مين الإكس ده؟ افتكر كده، ادي الإكس ده sacral ولا سترنم ولا سنترم ولا سيرفيكال. تقول لي بقى حضرتك هو السكرال دي فين؟ السكرال دي اللي هي السكرم بون اللي هي الفور الفيوزد سكرال فيرتبرا او الفيوزد فايف فيرتبرا اللي قبل الكوكسكس، كان اسمها سكرال واقول عليها سكرم بون، يبقى مش دي. طب سترنم بون، السترنم بون دي اللي كونكتد وذ ذا upper 10 pairs of ribs في الثوراسيك كيج، يبقى مش دي. طب يبقى دي سنترم، شايف ال very thick part of the vertebra دي اللي بنشاور عليها، دي هي الايه؟ سنترم of the vertebra. طبعا السيرفيكال ديت ال upper 7 vertebra of the vertebral column، وبالتالي هتبقى الاجابه هنا سنترم of the vertebra. طبعا الاجابه هنا على السنترم اللي هي سي مش الاسترنم، طبعا دي المفروض تنزل هنا. السؤال اللي بعده بيقول لك تجريس ان ويتش هرمون ريزلت ان ذا منستريويشن شيدنج اوف ذا يوتريس لايننج. طيب بص كده، هنا بيقول لك ايه؟ اولا في جراف كمان ممكن تستعين بيه، بيقول لحضرتك ان هنا لما يحصل ديكريس in which hormone result of the menstruation بيعمل shedding لليوتريس لايننج، يبقى ده بروجستيرون، استروجين، اف اس اتش هرمون، ولا ال اتش هرمون. باختصار لازم ابقى واخد بالي ان الهرمون اللي لم اللي هو اصلا بيعمل increase the vascularity of the endometrium وكيب ذا endometrium وكيب ذا pregnancy وحكايات كتيره، ده على طول نقول عليه بروجستيرون هرمون، لان ده اللي بيزود الفاسكولاريتي
of the endometrium and adhere the endometrium in the uterine muscle, وده اللي بيعمل keeping لل endometrium and the embryo inside the uterus. فده بقول عليه progesterone hormone. السؤال بعد كده بقول لك CD4 and CD8 are dots. CD8 و CD4 دول ايه؟ بروتين secreted by antigen presenting cell ولا receptors present on the surface of natural killer او NK cells ولا molecules present on the surface of T cells where they interact with the MHC molecule ولا molecules on the surface of antigen presenting cell where they enhance B cell activities. طيب باختصار نعرف السي دي 4 ده بروتين او ريسبتور موجود على التي هيلبر والسي دي 8 موجود على التي سي والتي اس. يبقى معنى كده ان دول اقول عليهم مولكيولز او بروتين مولكيولز بريزنت اون ذا سيرفيس اوف تي سيلز وي زير انتر اكت وذ ام اتش سي مولكيول. دول اللي بتتعامل معاهم. وكان في ايمج من شويه كنا ورينا لحضراتكم شكل السي دي 4. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا اوبزيت فيجر. ان ذا اوبزيت فيجر استروجين اند بروجستيرون انكريز ذا شانس فور سكسسفول اوف فايتال ديفلوبمنت باي ريجوليتنج ذا اكتيفيتي ويذن ستراكشر دوتس. خلي بالك بقى لازم اخد بالي من السؤال كويس. هو جايب لحضرتك هنا الفيميل ريبرودكتيف سيستم وبيقول لحضرتك ان الاستروجين والبروجستيرون بيزودوا الفرصه انه يخلي الفيتس يحصل له ديفلوبمنت باي ريجوليتنج ذا اكتيفيتي ويزن ذا ستراكشر. ايه؟ ما تخليش دماغك تروح ناحيه مين بيطلع استروجين وبروجستيرون. هو ما سالش مين بيطلع استروجين وبروجستيرون والا هتجري تقول لي ايه؟ تقول لي اوفري. لا، ده بيقول لحضرتك ان الاستروجين والبروجستيرون ده بيزودوا التشانس فور ذا سكسسفول فايتال ديفلوبمنت باي ريجوليتنج. بايه بقى اللي بيعملوه بقى؟ بيعمل ريجوليشن لمين بقى؟ الاكتيفيتي ويزن ذا ستراكشر. مين في دول بقى؟ ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ الاي ده بيتكلم عن السيرفكس، البي بيتكلم عن الفلوبيان تيوب، السي الاوفري، والدي اليوتريس. اخترت ايه الاجابه؟ طبعا لو قلت سي بقى الاجابه غلط خالص، ما تنفعش خالص، وبالتالي على طول الاجابه تبقى اليوتريس، لان اليوتريس ده الاكتيفيتيز بتاعته يعني انكريز الفاسكولاريتي اوف ذا اندوميتريوم، يعني انكريز البلاد فيسلز وانكريز السيكنس of the endometrium، وده اللي بيخليها تقدر تعمل keeping the embryo او regulate the development of او the successful of the vital development. خلاص؟ vital development. السؤال اللي بعد كده بقول لحضرتك the humoral immunity is not affected by the absence of dots. humoral يعني ايه؟ يعني antibody mediated immunity. بنتكلم في الانتي بوديز، بتكلم في التي هيلبر والبي سيلز، بتكلم في بي بلازما سيل بتطلع انتي بوديز، يبقى كل ده يعني ايه؟ يعني هيومورال اميونتي. طب نوت افكتد باي مين؟ باي الام اتش سي ولا باي الانترليوكينز ولا البي سيلز ولا السيتوتوكسيك تي سيلز؟ طبعا وانت بتذاكر الهيومورال اميونتي هيعدي على حضرتك حاجه اسمها انتيجين بريزنتنج سيل بريزنت ذا انتيجين اون ذا ام اتش سي، وهيعدى على حضرتك ان الام اتش سي والانتيجين ده ستيموليت ذا اكتيفيتي اوف ذا تي هيلبر سيل، وعارف ان التي هيلبر سيل ده هتطلع انترليوكين، والانترليوكين ده هيعمل اكتيفيشن للبي سيل، والبي سيل هتعمل ديفيجن علشان تعمل جروبس ويطلعوا انتي بوديز، وده الهيومورال اميونيتي. ما جبناش اي حاجه خاصه بالسيتوتوكسيك تي سيلز، يبقى على طول الهيومورال اميونيتي از نوت افكتد باي ذا ابسنس اوف مين of cytotoxic T cells. ده اسمه cellular immunity، ده حدوته تانية بقى، لان الانتيبوديز مش هتعرف تدخل السيلز اللي فيها الفيروس، فانا محتاج بقى ميكانيزم تاني اسميه cellular immunity. شوف السؤال اللي بعده. In the opposite figures structure X represents dots. مين structure X ده؟ ده represent ايه؟ طب وهي الرسمة دي اصلا عبارة عن ايه؟ تقول لي دي واضح ان دي فيرتبرا، واضح ان ده السنترم بتاع الفيرتبرا، واضح ان دي النيورال سباين بتاعت الفيرتبرا. طيب الاكس ايه بقى؟ ده نيورال سباين الاكس؟ تقول لي لا، ما احنا قلنا دي شكلها ايه؟ نيورال سباين اهي.
طب دي ان انتيريور ارتكيوليتنج بروسيس ولا بوستيريور ارتكيوليتنج بروسيس ولا ترانسفيرس بروسيس؟ باختصار لما تيجي حضرتك تشوف الريب تلاقي ان الريب بيتوصل بالترانسفيرس بروسيس دول والبروسيس اللي موجوده في الايه في السنترام دول، يبقى عشان كده الريب كونكت وذ فيرتبرا از ذا ترانسفيرس بروسيس اند ذا سنترام اوف ذا فيرتبرا. اوكي، يبقى الاكس دي هي الترانسفيرس بروسيس بس، في ترانسفيرس بروسيس الناحيه الثانيه طبعا. السؤال اللي بعده بيقول لك all the following are affect the adrenaline hormone except، كل ده بيشتغل على بيأثر على الادرينالين هرمون ما عدا ايه؟ raising of heart rate. لا ده effects of the adrenaline hormone، يعني ده تأثيرات الافكت الادرينالين هرمون ما عدا ايه؟ هنا يجي يقول لك raises the heart rate ولا increase the respiration rate ولا reducing the peristalsis ولا reducing the level of blood sugar. طيب يبقى معنى كده إيه؟ طبعا لما نيجي ناخد واحده واحده، هو الادرينالين هرمون بيعمل ريزنج للهارت ريت، بيعمل انكريز الريت للهارت بيتنج. طب بيعمل انكريز الريت اوف ريسبريشن، بيعمل انكريز الانهيليشن والاكسهاليشن. طيب بيعمل reducing للبريستاليسيس، كل الديجستيف سيستم بيتاثر بيحصل له انهيبشن طبعا من الاكشن اوف ادرينالين. طب ريديوسنج ذا ليفل اوف بلاد جلوكوز، ده بيقلل الجلوكوز ولا ده بيروح للليفر يخلي الجلايكوجين يتحول لجلوكوز في الكريتيكال سيتويشن تو انكريز ذا ليفل اوف بلاد شوجر؟ يبقى هنا الاكسبشن هنا على نمبر دي، ان هو ما ينفعش يقول لي ان الادرينالين بيعمل ريديوس ذا ليفل اوف بلاد شوجر. شوف السؤال اللي بعده، قول لحضرتك بكتيريا انترينج ذا بادي ثرو ا سمول كات ان ذا سكين. طيب ده هيعمل ايه؟ بيقول لك هنا حضرتك ان اكتيفيت ذا اريثروسايتس، الاريثروسايتس ليها علاقه بالموضوع ده ولا لا؟ ستيمولييت ذا ريليز اوف انترفيرون، هو قال لي ان ده بكتيريا ولا فيروس؟ طيب بيقول لك ستيمولييت ذا ناتشورال كيلر سيل اكتيفيتي، ده هيعمل ستيميوليشن للناتشورال كيلر ولا اكتيفيت ا جروب اوف بروتين كولد كومبلمنتس؟ باختصار عايز اقول لحضراتكم ان الناتشورال كيلر والانفلاماتوري ريسبونس والكومبلمنتس والانترفيرون والماكروفاجس كل دول بنعتبرهم سكند لاين اوف ديفنس. يبقى باختصار دي بتاكتف جروب اوف بروتين اسمها كومبلمنتس وبتعمل سلسله كبيره كده من الرياكشنز لما بتلاقي البكتيريا. السؤال اللي بعده، the nerve impulse form terminal arborization. The nerve impulses from the terminal arborization don't reach the muscle fiber membrane in the case of the absence of dots. هو في كل الحالات طبعا النيرف اندنج مش هتوصل للمسل ولا توصل لنيرف تاني ولا توصل لجلاند، هيبقى في حاجه كده اسمها سينابس انت عارفها. طيب نيجي نشوف التشويسز هنا، بيقول لك انه هي don't reach the muscle fiber membrane in the case of the absence of cholinesterase enzyme ولا each of sodium and potassium ions ولا each of sodium and calcium ions ولا calcium ions. طيب الامبولسز دي لما توصل للترمينال arborization دي موجوده في شكل نيروكيميكال ترانسميتر في السينابيتيك فيسكلز. طب يبقى انا عشان تحصل ديس تشارج للسينابيتيك فيسكلز دي ويجي الاستايل كولين يعمل باس ثرو ذا بري سينابيتيك ممبرين اند ذا كليفت تو ريتش ذا بوست سينابتيك ممبرين، يبقى معنى كده ان انا محتاج كالسيوم ايون، يبقى الكالسيوم بامب بتعمل بوش كالسيوم ايونز اون ذا فيسكلز تو ديس تشارج اتس كونتينتس عشان تتنقل الامبالس، فالامبالس مش هتتنقل لو مفيش كالسيوم، ولو الكالسيوم قليل جزء يعدي وجزء لا يعمل painful muscle spasm زي ما انت عارف نتيجه لل deficiency of calcium of parasormon او ال efficiency of calcitonin او الهايبر سكريشن. السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك choose the correct answer، بيقول لحضرتك a key part of the humoral immune response is dot. خلي بالك احنا لسه من شويه قلنا يعني ايه humoral. طيب بيقول لحضرتك ذا attack of the cytotoxic T cells on the infected host cells، هي ال TC او ال T killer cell دي بتتكلم في humoral
ولا the production of antibodies by plasma من بلازما سيلز، ولا يقول لحضرتك perforation of the infected host cells by perforin. خلي بالك البرفورين والليمفاتيك توكسينز دول بتوع التي سيل، السيتوتوكسيك تي اللي هي ملهاش علاقة بالموضوع بتاع الهيومور ده سيلولار اميونيتي، او يقول لحضرتك اتاك ذا فاجوسايتس اون ليفينج باثوجين. باختصار الاجابة هنا يقول لحضرتك ان الفكرة ان اقول هيومورال يبقى انا عايز انتيبوديز، يبقى هيومورال يبقى دي برودكشن اوف انتيبوديز باي بلازما سيلز، يبقى دي الاجابه. لكن طبعا السيتوتوكسيك والبيرفورين والاتاتش بتاع الفاجوسايت للليفنج باثوجين ده كله ملهوش دعوه بالهيومورال دي النيت اصلا الاخيره. نرجع للسؤال اللي بعد كده، بيقول لك فروم ذا فيجر، فروم ذا اوبزيت فيجر ذا جوينت اكس كونسيستس اوف دوتس بونز. الاكس جوينت ده كام بون؟ بص كده ركز كده، 2 بونز ولا 4 بونز ولا 5 ولا 6 بونز، انت شايف ايه؟ انا شايف ان في بون واحده اهي، اليوم واسكيم وبيوبس عاملين فيوزنج توجذر وعاملين هنا استيبيولان كافيتي، وشايف هيد بتاع الفيمر ودي هي البون الثانيه، يبقى باختصار 2 بونز بس. السؤال اللي بعده بقول لحضرتك a tumor of alpha cells of the pancreatic islets would probably affect the body ability to dots. اول ما تسمع حضرتك كلمة الفا يبقى احنا بنتكلم في جلوكاجون، تسمع كلمة بيتا سيلز ان islets of Langerhans يبقى بنتكلم في انسولين. طيب هو بيقول لحضرتك هنا affect the body ability، او affect the body ability to ايه؟ lower the blood glucose level ولا lower the blood calcium level ولا raising the blood calcium level ولا rise the blood glucose level. تقول لي طب ارجع للالفا سيلز كانت بتطلع ايه؟ بتطلع جلوكاجون، الجلوكاجون ده بيخلي البادي ability يقدر يعمل، يقدر يزود الجلوكوز ليفل لما نبقى في الفاستنج او في الصيام. طب يبقى معنى كده ان لو في تيومر في الالفا يعني مفيش جلوكاجون، يعني الجسم مش هيقدر يعلي الجلوكوز لما يبقى الجلوكوز قليل او في الفاستنج، يبقى هنا افكت would probably affect the body ability to raise the blood glucose level. ما تخليش دماغك تقول لك الله لا ده الجلوكاجون ده بيقلل الجلوكاجون بيزود الجلوكوز ليفل. ما هو ما فيش جلوكاجون فالجسم مش هيقدر يزود الجلوكوز ليفل. السؤال اللي بعده بيقول لك adaptive immunity depends on dots. طب الادابتف اميونيتي اللي اسمها specific immunity اللي اسمها acquired immunity دي depends on mean treat common to groups of pathogen ولا pathogen specific recognition ولا maternal provision of the antibodies to offspring ولا plants being exposed to new pathogen. والله لما يقول لي ان ده adaptive immunity يعني specific immunity يبقى لازم يبقى عندي حاجه اسمها pathogen specific recognition، يبقى لازم ابقى فاكر كويس قوي نوع الباثوجين ونبدا ايه نتعامل معاه علشان نعمل له السبيسيفيك اكشن بتاعه. السؤال اللي بعده بيقول لك after consuming banana split which hormone would be expected to increase. طيب حضرتك رحت جايب بقى شويه بنانه كده واكلتهم، ده معنى كده ان تتوقع ايه بقى اللي يزيد؟ ده برولاكتين ولا انسولين ولا باراثايرويد هرمون ولا جلوكاجون؟ طيب باختصار البنانه ده كربوهيدراتس يعني هيزود لي الجلوكوز، يبقى انا المفروض طبعا انت تقدر تستبعد تقول لي طب البنانه ملهاش دعوه بالباراثايرويد جلاندس ولا بالباراثورمون وملهاش دعوه بالبرولاكتين بتاع الملك وملهاش دعوه بالجلوكاجون، لان الجلوكاجون لو ما اكلتش بقى وفي فاستنج، لكن ده انا اكلت اهو، يبقى على طول الاجابه هتبقى انسولين عشان يعمل ديكريس للجلوكوز ليفل ان الناتج عن الفيدنج اون كربوهيدراتس. شوف السؤال اللي بعده جيب لي فيجر كده وبيقول لحضرتك ذا اوبزيت فيجر ريبريزنت تايب اوف هيومن بلاد سيل which of the following cells are differentiated in the thymus gland.
مين في دول يحصل لها ديفرنشيشن للثايمس جلاند. طبعا واضح انه قدام حضرتك إيه، لو ال ال دي تبقى ماست سيل، ال زد دي هتبقى بيزوفيل، دي هتبقى ايسينوفيل، وبعدين اجي هنا هلاقي دي ليمفوسايت. الليمفوسايت دي ممكن تبقى تي سيلز، والتي سيلز دي هقول عليها انها ماتشور اند ديفرنشيتد انتو دي تايمس جلاند due to the action of thymusin هرمون طبعا. طب يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه؟ هتبقى اكس اللي هي الليمفوسايت دي. لكن طبعا الباقيين كلهم حصل لهم ماتيوريشن ان بون مارو، وهو مش بيسال على الفورميشن، لو فورميشن كلهم بون مارو لكن ديفرنشيتد ان تايمس جلاند يبقى على التي سيلز. هنا جايب لحضرتك فيجر وبيقول لحضرتك ان ذا اوبزيت فيجر ذا ستراكشر اكس اند واي، اكس واي اند زد ريبريزنت دوتس ريسبكتفلي. ارجع للرسمه اللي هو قال لي عليها، الاكس فين اهي، الاكس ده بيشاور على الاستراكشر ده، الاستراكشر ده بيقول لحضرتك ان دي ماسل اتاتش تو البون دي، يبقى معنى كده ان هنا عندي ده تندون، يبقى الاكس ده كده بقى تندون. طب اجي للواي، الواي ده بيعمل ايه؟ ده كونكت البون دي مع البون دي، يبقى الواي ده يبقى ليجامنت. طب الزد ايه؟ والله لو بيشاور على الحته الزرقاء اللي في النص دي اللي انا بشاور عليها دلوقتي ده كنا اقول عليه ساينوفيال فلاود، لكن هو بيشاور على اللاير او الثين سموث ترانسبيرنت لاير ذات كفر ذا اند اوف ذا بون. يبقى في الحاله دي ده اقول عليه كارتليج. طيب يبقى احنا كده قدرنا نوصل للاجابه، يعني اكس واي زد يبقى دول ليجامنت تندون ساينوفيا فلويد، ولا تندون ليجامنت ساينوفيا فلويد، ولا ليجامنت كارتليج تندون، ولا تندون ليجامنت كارتليج. طبعا احنا قلنا ان ده تندون وده ليجامنت وده كارتليج، تبقى الاجابه على طول دي والباقيين ما تنفعش. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك which of the following statements is not true، وبيقول لحضرتك في اول واحده في الستيتمنتس دي بيقول لك an antibody has more than one antigen binding site. في antibody عنده اكتر من antigen binding site. ومره تانية خلي بالك لما يقول لك not correct يعني كلهم correct ما عدا واحده. an antigen can have different epitopes. الايبيتوبس ده المكان اللي في الانتيجين اللي بيحصل اتاتشمنت عليه. طيب لما يقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك ده باثوجين ميكس مور ذان وان انتيجين، او الباثوجين ممكن يبقى عنده اكتر من انتيجين. طيب وبعدين يقول لك هنا ليمفوسايت هاز ريسبتورز فور مالتيبل ديفرنشيتد انتيبوديز. طيب يبقى بصراحه احنا مشينا له الايه وقلنا له ان الانتي بودي عندها اتنين انتيجين بايندنج سايت ماشي، وفي الاي جي ام عندها هم 5 يعني عندها 10 انتيجين بايندنج سايت، طبعا بتستعمل اتاتش 5 بس. طب اجي للبي، قال لي ان الانتيجين كان هاف ديفرنت ايبيتوبس ماشي صح. طب نيجي للسي، بيقول لك ان الباثوجين ده بيقدر يعمل اكتر من انتيجين، ما هو ممكن يبقى عليه انتيجينز كتيره. طب لما اجي للدي بيقول لك ان الليمفوسايتس هاز ريسبتورز فور مالتيبل ديفرنت انتيجين، لا اقف هنا واقول له ان الليمفوسايتس دي سبيسيفيك، يعني اتش ليمفوسايت زي البي ليمفوسايت سبيسيفيك فور 1 اي 1 انتيجين، فهي الدي دي ما تنفعش الحقيقه، علشان كده نقول له ان دي هي اللي نط ترو. يجي السؤال اللي بعده بقول لحضرتك the process of translation includes the sense of dots. الترانسليشن ده ام ار ان ايه، بعمل ام ار ان من دي ان ايه، ولا بعمل بولي بيبتايد من ام ار ان ايه، ولا بعمل دي ان ايه من ام ار ان ايه، ولا بعمل بولي بيبتايد من دي ان ايه. طبعا لما اقول لحضرتك ترانسليشن يعني بروتين سينس، يعني بجيب بعمل امينو اسيدز او بولي بيبتايد من الماسنجر. طيب يبقى الاجابه باختصار نمبر بي، بولي بيبتايد فروم ام ار ان اي، لانه خلي بال حضرتك ام ار ان اي من الدي ان اي دي اسمها ترانسكريبشن. طب دي ان اي من الام ار ان اي اسمها ريفرس ترانسكريبشن.
طب قولي ببتايد فروم دي ان ايه ما بتحصلش، لازم يكون في ماسنجر وبرو وار ان ايه هات عشان تعمل كده. السؤال اللي بعده بقول لحضرتك the presence of dots is required for the relaxation of skeletal muscles after its contraction. المسل دي كانت عامله contraction وبعدين عايزه تعمل relaxation، تحتاج ايه؟ ATP molecules and cholinesterase enzyme ولا calcium ions and cholinesterase enzyme ولا sodium ions and acetylcholine molecules ولا calcium ions and ATP molecules؟ باختصار علشان تعمل ريلاكسيشن يعني هي عملت كونتراكشن، يعني في اسيتايل كولين عندها، الاسيتايل كولين ده محتاج كولين ستريس انزيم عشان يعمل له بريكنج داون اندو كولين اند اسيتيت، ومحتاج اي تي بي عشان الترانسفيرس لينكس تحصل لها سيباريشن اواي فروم ذا اكتين عشان تحصل سيباريشن. يبقى باختصار الاجابه ان المصل عشان تعمل ريلاكسيشن محتاجه اي تي بي علشان تعمل سيباريشن للترانسفيرس لينكس اواي فروم ذا اكتين فيلمنتس، ومحتاج كولين ستريس انزيم عشان يعمل بريكنج داون ذا ستايل كولين انتو كولين اند اسيتيت. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا سيل ميديتد اميونيتي ذات ديستروي فايرالي انفكتد سيلز انكلود. طبعا السيل ميديتد اميونيتي دي اللي بتعمل اللي بتشتغل على تشتغل عليها التي سي، او بقول عليها تي كيلر سيل، دي بتشتغل على السيلز الانفكتد باي فيروس والكارسينوجينيك طبعا والامبلانتد اورجنز. طيب يبقى السيل ميديتد اميونيتي اللي ديسترول فايرال انفكتد سيلز او ذا سيلز ذات انفكتد باي فيروس انكلود السيتوتوكسيك تي سيلز ولا الناتشورال كيلر تي سيلز ولا الهيلبر تي سيلز ولا الماكروفاجوس؟ والله لو انت هتختار واحده بس يبقى انت بتتكلم عن الايه، السيلولار اميونيتي اللي بتعتمد على السيتوتوكسيك تي سيل او التي كيلر سيل. تقول لي ما الناتشورال كيلر بتعمل زيها، بس الناتشورال كيلر دي انيت اميونيتي ما هياش سيل ميديتد اميونيتي، سيل ميديتد دي اكوايرد والناتشورال كيلر انيت. اوكي بس الناتشورال كيلر في السكند لاين طبعا. السؤال اللي بعد كده بقول لحضرتك ذا فانكشن اوف انتي بوديز از تو دوتس انجكت توكسينز انتو ليفينج باثوجين ولا سكريت سايتوكاينز ذات اتراكت ذا ماكروفاجوس تو ذا انفكشن سايت ولا ريليز بيرفورين تو ديسربت انفكتد سيلز ولا مارك باثوجينيك سيلز فور ديستراكشن؟ طيب يبقى باختصار الانتي بوديز بتعمل ايه؟ ده عارف بتعمل لي علامه كده على الباثوجين علشان على الانتيجين عشان نعرف الباثوجين، فتروح له الماكروفاجوس تعمل له انجولفينج. لكن احنا مش بنعمل انتي بوديز عشان تعمل لها انجكشن لتوكسيك سبستنس، لا ما بنعملش انتي بودي عشان تطلع سيتوكاين، السيتوكاين بتطلع من السيلز مش من الانتي بوديز. عشان تعمل بيرفورين اللي بتعمل بيرفورين التي سي، لكن تعمل مارك ذا باثوجين سيل فور ات از ديستراكشن باي ذا اكشن اوف ذا ماكروفاجوس. اوكي يبقى دي الاجابه. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك the upper arm bone articulates with dots، جايب لحضرتك upper arm bone وبيقول لحضرتك دي بتعمل articulation مع مين، scapula only ولا ulna radius only ولا scapula and collar bone، الكولر بون اللي هي الكلافيكال يعني، ولا scapula ulna and radius؟ طيب يبقى خلي بالك السؤال على مين، على الابر ارم دي الهيومرس، الهيومرس اللي عامله ارتكيوليشن مع مين؟ بص كده وركز كويس، مع السكابيولا بس ولا مع الالنا والريديوس؟ تقول لي طب ما فين الالنا والريديوس يعني، والسكابيولا عند كلها كولر بون ولا سكابيولا والنا والريديوس؟ طبعا واضح ان الاجابه على طول انها تعمل مع السكابيولا. ادي السكابيولا اهي اللي عندها الجيلينويد كافيتي، وادي الحته الصغيره بتاعت الكلافيكال بون اهي، فالجوينت هنا مع السكابيولا ومع الكلافيكال اللي بقول عليها كولر بون. السؤال اللي بعده بقول لك انتي هيستامين تريتمنت ريديوسز دوتس، لازم ابقى عارف الهيستامين بيعمل ايه عشان اقول الانتي هيستامين هيعمل تريتمنت لايه. طبعا بلاد فيسل دايليشن ولا فاجوسايتوزس اوف انتيجين ولا ام اتش سي ولا بريزنتيشن باي ذا ماكروفاجس ولا ذا سكندري اميون ريسبونس.
طبعا حضرتك عارف ان الهيستامين دي بتعمل دايليشن للبلد فيسلز علشان تزود البورز، علشان البلد فلويد هتخرج منها مع الماكروفاجس مع النيوتروفيل وتروح للمكان اللي فيه الانفكشن. يبقى انا لما اجي اعالج الهيستامين ادي انتي هيستامين، يبقى انا بعمل تريتمنت عشان اقلل البلد فيسل دايليشن. لكن طبعا مش بقلل الفاجوسيتوزس في للانتيجين، طبعا ما ينفعش حاجه اسمها اقلل الام اتش سي بريزنتيشن باي ماكروفاجس، ما ينفعش اقول ان انا بقلل السكندري اميون ريسبونس. فدي اجابه سهله وواضحه. السؤال اللي قدام حضرتك بيقول لك ان ذا بروتين مولكيولز امينو اسيدز ار كونكتد تو ايتش اذر باي، امينو اسيدز هنا كونكتد باي ايه؟ نيتروجين سبيسز ولا بيبتايد لينكج ولا فوسفات جروب ولا هيدروجين بونز؟ والله لو بيقول لي بولي بالتايد تشين هيبقى في كلام. لكن لما يقول لي انتي با انتي لما يقول لي امينو اسيدز مع امينو اسيد، يبقى على طول بيبتايد بوند، دي اللي عامله اللينك اللي بين الامينو اسيدز طبعا مع بعضها باي دي هيدريشن رياكشن، فده بس طبعا اسمها بيبتايد لينكج. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا فانكشن اوف زايلم تيشو از افكت نيجاتيفلي in the case of the plant attached with the pathogen on the formation of dots. الفانكشن بتاع الزيلم تيشو هنا affected negatively، يعني التأثير السلبي بتاعها in case of the plant attack with the pathogen on the formation of بتعمل ايه الزيلم فيسلز؟ بتعمل كورك ولا بتعمل تايلوزس ولا بتعمل جمز ولا بتعمل مايسيليوم؟ طبعا المايسيليوم ده بيعمله الفنجس. العادي ان طالما بقول فاسكولار تيشو حصل لها مشكله، يبقى انا على طول بتكلم في مين؟ في التايلوزس اللي هو بروتروجن اوف ذا زايلم بارينكايما سيلز تو جيت انسايد ذا زايلم فيسلز، وبالتالي ده بيعمل بلوكينج ذا فيسلز انترنالي تو بريفنت ذا انتري او سبريدنج اوف ذا باثوجين انسايد ذا بلانت. السؤال اللي بعده بيقول لك all the following are mixed glands except، كل دول mixed glands ما عدا liver and pancreas stomach and duodenum adrenal and sweat ovary and uterus. طيب هي mixed gland يعني فيها endocrine وفيها exocrine. طبعا البنكرياس في اي حته ده على طول ده mixed gland. الاستومك بتطلع جاسترين هرمون وبتطلع اتش سي ال، والديودينم بتطلع الدايجستيف انزيمز وبتطلع هرمونز، يبقى كمان ده ايه؟ ميكسد جلاند. الادرينال جلاند دي اندوكراين بس، سويت جلاند دي اكسوكراين بس. طب لما اجي للدي الاوفري ميكسد واليوتريس ميكسد، يبقى الاجابه اللي حضرتك وصلت لها ادرينال اند سويت جلاندز. تقول لي ما دي اندوكراين ودي اكسوكراين، بس ما فهمش واحده ايه ميكسد جلاند. انا بسال حضرتك بقول لك ان كل دول ميكسد جلاند ده ما عدا الادرينال جلاند مش ميكسد لانها اندوكراين بس، سويت جلاند مش ميكسد لانها اكسوكراين بس. شو السؤال اللي بعده؟ السؤال اللي بعده بيقول لك in the opposite figure which represent a part of the human axial skeleton the structure x represent dots. مين الستراكشر اكس بقى اللي طالع ده من عند الترانسفيرس بروسيس والسنتروم بتاع الفرتبرا؟ ده ترانسفيرس بروسيس ولا ليفت ريب ولا رايت ريب ولا كلافيكل؟ باختصار اجيب الريب ده كانه بتاعي انا. يبقى هنا اما اجي ابص على الاكس ده هو ريب طبعا في كل الحالات، لكن لما اقول لك رايت ولا ليفت يبقى على طول ده رايت ريب. السؤال اللي بعد كده which of the following hormones would be expected to increase if you were studying all day for a test and skipped breakfast and lunch. قاعد يا عيني من ساعة ما صحيت وانت قاعد بتذاكر بيولوجي ونسيت تفطر ونسيت تتغدى. يبقى في الحالة دي انا اتوقع ان مين الهرمون اللي هيزيد في الحالة دي؟ كالسيتونين ولا جلوكاجون ولا انسولين ولا جروس هرمون؟ تبقى حضرتك تتوقع ان مين يزيد لما يحصل الفاستنج اللي قدام حضرتك ده او الفاستنج اللي قدام حضرتك ده؟
طبعا على طول معنى كده ان الجلوكوز ليفل هيقل، يبقى انا محتاج هرمون يزود الجلوكوز، وبالتالي انا محتاج جلوكاجون هرمون. طبعا الكالسيتونين ملوش علاقة، ده بيشتغل على الكالسيوم. الانسولين هيقلل الجلوكوز، وهو اصلا كده الجلوكوز قليل، الجروس هرمون مش بيتكلم فيه الجلوكوز. السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك what is the difference in the vision between the figure 1 and the figure 2. الفيجر 1 ده جايب لحضرتك ليفر، والفيجر 2 جايب لحضرتك هيدرا، والهيدرا دي بتعمل ريبرودكشن اسيكشوال باي ريجينريشن. طب تعالى هنا هون، بيقول لك الديفيجن اللي هنا فرقه ايه عن هنا؟ تقول لي ما هما الاثنين مايتوزس. طالما هما الاثنين مايتوزس يبقى استبعدت على طول التايب اوف ديفيجن. طب نمبر اوف ريزلتنج سيلز، والله بما انه مايتوزس يبقى هيدي تو سيلز سيميلر تو ذا ماذر سيل في كل الحالات. طب بروبوز اوف ذا ديفيجن ولا النمبر اوف كروموسومز ان ذا ريزلتنج سيلز؟ النمبر اوف كروموسومز سيميلر تو ذا ماذر سيل، كمان هستبعد دي، يبقى ارجع للسي بقى، ان الهدف هنا ان الليفر بيعمل ديفيجن فور جروس فور كاري اوت اتس فانكشن فور ذا فورميشن اوف نيو تيشو او يعني ريبليسمنت اوف ذا دامجد تيشو، لكن هنا دي بتعمل ديفيجن عشان تعمل نمبر اوف انديفيديوال انكريز، يعني تعمل ريبرودكشن. يبقى الاجابه هنا هتبقى بروبوز اوف ديفيجن. شوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك ذا اوبزيت فيجر ريبريزنتس ا دوتس. بيقول لك ان اللي قدام حضرتك دي سينوفيل ولا بيزوفيل ولا نيوتروفيل ولا هيلبر تي سيل. طبعا الشكل بتاع اللي عامل زي سماعه التليفون القديم دي معروفة ان دي شكل النيوكلاي بتاعت الاسينوفيل، وعشان تتأكد كمان الجرانيولز اللي جوه كمان لونها ريد، يعني دي اسيدك، يبقى على طول الاجابة تبقى اسينوفيل بكل المقاييس. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك study the picture then answer which of the following describes the twins in this figure. التوينز اللي قدام حضرتك في الفيجر دي دول سيامس توينز، سيام ستيونز يعني adhering to each other، واضح ان هم مش adhering خالص. always have different sex، غالبا يبقى او دايما عندهم different sex عشان كل واحد في الامبريوساك بتاعته، ولا may have the same sex، ممكن يبقوا نفسهم نفس الاثنين ميل الاثنين في ميل، ولا always have the same sex. باختصار انت ملاحظ ان ادي الامبليكال كورد ده متوصل ببلاسينتا، والامبليكال كورد ده متوصل بايه؟ بالبلاسينتا. يبقى دول ما فيش حاجة اسمها have different sex او always have different sex، ما مش always بقى، لكن هنا هقول ان دول may have the same sex، ممكن يكونوا الاثنين ميلز او الاثنين فيميلز. لكن لو جيت وقلنا always have the same sex، طب ازاي بقى؟ ما دول دول fraternal. fraternal يعني ايه؟ يعني كل واحد ليه البلاسينتا والاميريوساك والجينيتك، يعني formed as a result of fertilization of two ova by two sperms. طيب شوف السؤال اللي بعده. The repair number 10 is attached to the vertebra number كام؟ 10 ولا 12 ولا 16 ولا 17؟ تقول لي والله لما اتكلم عن الريب على طول بضيف ال 7 بتوع السيرفيكال الاولانيه اللي هي ايه؟ اللي هي مش هتبدا فيها، اللي ما فيهاش ريبس بقى بتاعت النيك ريجن. يبقى على طول لما اجي اوصل الاجابه تبقى الاجابه اهو ادي شكل الريبس، وانا بتكلم عن الريب نمبر 10 اللي هو ده اللي بشاور عليه ده. ده متوصل بالفرتبرا نمبر كام؟ هضيف السيفن بتاع السيرفيكال عشان يبقى 17. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك ذا ابيرنس سيمبتومز اوف دايابيتس ليدز اون ذا بيشنت هو هاز نورمال انسولين ليفل. يعني لما حد يبقى عنده اكسسيف ميكتوريشن وعنده كونتينيوس ثيرستي، نقول ان ده ممكن يكون عنده دايابيتس. بس هنا الحاله دي لما اشوف الانسولين الاقيه نورمال، فالناس يقول عليه دايابيتس انسيبيدس. الدايابيتس انسيبيدس دوت مش مرتبط بالانسولين، لكن ديو تو ذا هايبر سكريشن اوف اي هرمون، جلوكاجون ولا اي دي اتش ولا برولاكتين ولا جروث.
طبعا باختصار شديد قوي لما اقول لحضرتك ان هنا هيبقى في اكسسيف ميكتوريشن، يعني الووتر اللي بيخرج مع اليورين كتير، فبيحصل ثيرستي، بنعطش كتير فنشرب كتير. طب يبقى مين الهرمون اللي هيخرج ووتر كتير في دول؟ ده الجلوكاجون ولا الانتي ديوريتيك هرمون ولا البرولاكتين ولا الجروس؟ باختصار الاجابه هي الانتي ديوريتيك هرمون. فاحنا هنعمل كده علشان نغير دي، نخليها هنا علشان الناس ما تتلخبطش. ارجع تاني، يبقى كان قدام حضرتك دلوقتي الناس اللي عندهم انسولين قليل، جلوكوز عالي، يبقى الكونسنتريشن بتاع جلوكوز ان بلاد عالي، وبالتالي هنا بيبقى عنده الاسمولاريتي بتاع البلاد زادت، يبقى دايما عنده ثيرستي، عطشان، يشرب ميه كتير، الميه تروح للكدني، الكدني تلاقي الميه دي مش طبيعيه، دي زياده، تخرجها في شكل يورين، يبقى هنا يحصل اكسسيف ميكتوريشن، لما تخرجها نرجع الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز يزيد، نعطش تاني، نشرب تاني، ونفضل دايرين في دايره كده. طب لما اجي للانتي ديوريتيك هرمون، ده هرمون بيعمل ايه؟ ده بيقلل الاماونت اوف يورين باي انكريز ذا ري ابزوربشن اوف ووتر فروم ذا نيفرون اوف كيدني. طب لو الهرمون ده هو اصلا هرمون قليل، يبقى معنى كده انه مش هيعمل، مش هيرجع، مش هيزود الري ابزوربشن، او مش هيحصل ري ابزوربشن للووتر، يبقى كل الووتر اللي في الكيدني تيوبيولز بيخرج. طب ما احنا كده يبقى الووتر اللي في الجسم هنا قل فعلا، فهنا برضه هيحصل ثيرستي، يبقى محتاج اشرب، يحصل ميكتوريشن، اشرب، فده اللي بنقول عليه دايابيتس سبيدينس، وما بنقولش عليه دايابيتس ميليتس. طبعا الانسيبيتس ده ناتج عن الاكشن بتاع الانتي ديوريتيك هرمون. نرجع للسؤال بقى، الابيرنس اوف سيمبتومز اوف دايابيتس ميليتس اون ذا بيشنت هو هاز، خلي بالك السيمبتومز بتاعت الدايابيتس ميليتس، يعني ده نفس الاعراض تقريبا، هو هاز نورمال انسولين ليفل، بس ده عنده نورمال انسولين ليفل از ديو تو، خلي بالك بيقول لحضرتك انه هنا حصل ايه، السكريشن اوف ذا اي دي اتش هرمون. طبعا علشان هنا طبعا الاي دي اتش هرمون هنا هرمون بيزود الايه، الري ابزوربشن اوف ووتر. طيب نشوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لك which of the following stores the greatest number of macrophages، مين بيخزن macrophages كتير، البون مارو ولا التايمس جلاند ولا التونث سيلز ولا الليمفاتيك نودز؟ طبعا هتقول لي الماكروفاجس بتطلع من البون مارو، لكن هو مش بيقول لك بتطلع ستور دي فين، التايمس جلاند ولا التون سيلز ولا الليمفاتيك نودز؟ طبعا احنا خدنا الاستراكشر بتاع الليمفاتيك نودز، واحنا عارفين ان الليمفاتيك نودز دي هي اللي بتعمل ستورنج هيوج نمبر اوف ماكروفاج عشان تعمل بيوريفيكيشن للليمف اللي بيدخل للليمف نودز او الليمفاتيك نودز باي دي انجولفينج ذا امبيوريتس ذا ديبريس سيلز ذا سينسينت سيلز وهكذا. السؤال اللي بعده هنا بيقول لحضرتك تشوز ذا كوريكت انسر ستادي ذا فيجر ويتش الستريت ذا ستيجز اوف بين بلانت اوفم فورميشن. طبعا هنا في برايمري جيرم سيل وفي فور سيلز 3 دي جنريتس حصل ميتوزس اديت بي سيلز. بيقول لك هنا ودو اي اند بي ريبريزنت ريسبكتفلي، هنا الاي ده عباره عن ايه والبي عباره عن ايه؟ طبعا هنا بيقول لك ان هو الاي ده مايوتيك ديفيجن، هو مايوتيك ديفيجن. طب طلعت لنا عند البي هنا 8 نيوكلاي ولا 4 سيلز ولا 4 نيوكلاي ولا 4 سيلز؟ الحقيقه هو هنا ما اقدرش اقول عليهم كلهم نيوكلاي، خلاص ما اقدرش اقول عليهم كلهم سيلز، لكن لما حصل مايتوزس 3 سكسيسيف مايتوزس ديفيجن هنا اداني 8 سيلز 4 ان اتش بول اند وان فروم ايتش فور مايجريت تو ذا سنتر اوف ذا امبريو ساك عشان يعمل التو امبريو ساك نيوكلاي. عشان كده الاجابه هنا هتبقى ان هنا حصل مايوزس وعندي فور سيلز. عايزين نعدل التركيبه دي. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لك بي سيلز interacting with the helper T cells are stimulated to differentiate it when ال B cells دي لما تعمل interaction مع ال helper T cells هنا هيحصل لها stimulation to differentiate into and differentiate into A. B cells produced IgA antibody
ولا بي سيلز ريليس سايتوكاين، ولا هيلبر تي سيلز ديفرنشيت انتو سايتوتوكسيك تي سيل، ولا هيلبر تي سيل ريليس سايتوكاين. طبعا باختصار احنا ما نقدرش ننسى الاكشن بتاع السيتوكاين اللي بيحصل للماكروفاجس والبي سيل والتي هيلبر سيل والتي سايتوتوكسيك وهكذا. طبعا كلمه سايتو يعني سيل، وكاين يعني سكريشن، يعني حتى انواع من الانترليوكنز او كل الانترليوكنز نقول عليها سايتوكاين، الكيموكاين نقول عليه سايتوكاين وهكذا. السؤال اللي بعده، after having the double bacon cheek burger with the milk shake، كمان ده وجبة ما شاء الله دسمة قوي. بقول لك which of the following hormone would not be expected to increase، بعد ما اكلنا الدبل باكون تشيك برجر دون ومعاه الميلك شيك كمان، احنا بيقول لحضرتك ايه الهرمون اللي مش هي will not increase يعني. فبيقول لحضرتك هنا الكوليسيستوكاين ولا الانسولين ولا الجلوكاجون ولا السكرتين. ده معناه ان في هرمون مش ملوش علاقه بالجلوكوز والحاجات دي. يبقى باختصار اللي هنا not expected to increase هو الجلوكاجون، لانه هو هنا الكوليسيستوكاين انا محتاجه عشان يطلع لي البنكرياتيك جيوس والبايل جيوس عشان تهدم كل ده، محتاج انسولين عشان يقلل لي الجلوكوز الناتج عن زياد اللي زاد نتيجه للميل دي، وسكرتين برضو نفس الكلام علشان يعمل لي نيوتراليزيشن او الصوديوم بايكربونيت اللي بتطلع من البنكرياس، وعشان الجول بلادر تعمل البايل تعمل ستورنج للبايل، وبالتالي يبقى هنا الجلوكاجون هرمون هو اللي ملوش علاقه بقى، ده ما بيطلعش خالص واحنا ايه بعد ما انا بعد ما اكلنا اكله كبيره زي دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك the correct sequence of nucleotides that exist on the DNA strand of glycine amino acids as shown in the opposite figure is. بيقول لحضرتك ان الجلايسين ده الانتيكودون اللي على التي ار ان اي سي سي اي. طب معنى كده ان الكودون اللي على الام ار ان اي هيبقى ايه؟ هيبقى جي جي يو. طب بيسأل حضرتك على الكودون اللي موجود على الدي ان اي بتاعه يبقى ايه؟ جي جي اي ولا سي سي تي ولا جي جي تي ولا سي سي اي. كأن انا بص كده اخدت ده كده على الام ار ان اي بقى جي جي يو. طب عايز ارجعه على الدي ان اي، الجي جي هتبقى سي سي واليو هتبقى اي، يبقى على طول الاجابه هتبقى سي سي اي نمبر دي. طيب نشوف السؤال اللي بعده بيقول ايه. السؤال اللي بعده بيقول لك if a fibrosis of the child thymus gland takes place this will lead to dots. ما فيش thymus gland عند ال child دون اللي يجرى. The absence of MHC, failure of cellular immunity, increasing the antibodies, formation of immune receptors. طيب يبقى لازم اخد بالي هو الثايموس جلاند كانت بتعمل ايه عشان لو حصل لها فايبروسيس، يعني السيلز بتاعتها ماتت مفيش غير الشكل بتاعها بس كده، يعني دي فايبروسيس يعني حصل ديستراكشن للليفنج سيلز. طيب الثايموس جلاند ليها علاقه بالام اتش سي، ام اتش سي موجود في كل النيوكليتد سيلز اللي موجوده في جسمنا. طب يحصل فيلور في السيلولار اميونيتي، تقول لي السيلولار اميونيتي محتاج تي سيلز، والتي سيلز لازم يحصل لها ماتوريشن اند ديفرنشيشن فروم ذا ثايموس جلاند. طب يزود الانتي بوديز، الانتي بوديز دي بتاعت البي سيلز والتي هيلبر كمان ومش هيزود كمان. كمان فورميشن اوف اميون ريسبتور، لا يبقى على طول الاجابه هيحصل فيلور في السيلولار اميونيتي، يعني الجسم مش هيقدر يعمل فيسنج للسيلز انفكتد باي فيروس ولا الكارسينوجينيك سيلز. نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following describes the opposite fruit. بيقول لك ان دي ترو فروت ولا فورس فروت ولا سنجل سيدد فروت ولا سيدلس فروت. تقول لي والله هو انا ما اقدرش اقول عليها seedless fruit، ليه ده مليانة seeds ده البيبر. طيب single seeded fruit
ما تنفعش. طب سيدلس برضو ما تنفعش. طب فولس فروت ما تنفعش، يبقى على طول ده اقول عليها ترو فروت، لان ده الاوفري هو ده الايدابل بورت اللي احنا ايه بناكله. طبعا الجزء الجرين ده هو الايه، هو الكالكس اللي فيه السيبلز بتاعته دي اللي كانت في الفلاور ساعة ما كانت فلاور. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك the inflammatory response typically includes dots. inflammatory response ده clotting protein migrating away from the site of infection، ولا increased activity of the phagocytes in an infected area، ولا reduce the permeability of the blood vessels to conserve the plasma، ولا inhibiting the release of the white blood cells from the bone marrow. طبعا باختصار لما اقول لحضرتك ده ان ده inflammatory response يبقى ملوش علاقه بالموضوع بتاع الكلوتينج خالص، لان ده بتكلم في حكايه كده درستها في سنه تانية والبلاد بليتلتس. طيب يبقى باختصار هتبقى الاجابه increased the activity of phagocytes in the inflamed area، يبقى بيزود الاكتيفيتي عشان في كيموكاينز هتروح للسايت اوف انفكشن، هيبقى في نيوتروفيلز وماكروفاجس ومونوسايتس هتروح للمكان اللي فيه انفكشن، وبالتالي هنا بعمل اكتيفيشن عشان اعمل ريموفنج للبكتيريا والمايكروبس والفورين سبستانسز ذات مي جيت وذ او ات ذا سايت اوف ذا انفلاميشن. أصدقائي وأعزائي طلاب وطلبات الصف الثالث الثانوي، ده كان نهاية الوقت بتاعنا النهاردة. إن شاء الله أتمنى لحضراتكم التوفيق بإذن الله في الامتحان بتاعي يوم السبت، وإن شاء الله يبقى امتحان كويس. شكرا لحضراتكم وأشوفكم على خير.